هاي كيفكن؟ حلقة جديدة آه مثل ما قلت لكم رح نعمل حلقتين بخصوص ذكرى آه 13 نيسان ضيف سبيسيال كثير هو اذا بدكن آه عميد المحاربين بلبنان آه الاستاذ آه عباد زوان منيحة عميد المحاربين بلبنان لا أنا انا عميد المقاومين عميد المقاومين المقاومين مش المحاربين المقاومين م. فرق كثير بين المحارب والمقاوم شو الفرق؟ المحارب مهنه المقاوم رساله ممكن يكون مقاوم ما يحمل سلاح وممكن يكون مقاوم يحمل سلاح انت كنت اتنين ايه انا انا جمعنا السيف والقلم فخاف الدهر واعتصم استاذ عباد كيفك؟ منيح تمام؟ يعني انا صراحه مبسوط مش قد ما بعرف قد اكثر شيء لانه زبطت انه نعمل حلقه بذكرى 13 نيسان الذكرى اللي بعدنا يمكن نتذكرها بس هيك كذكرى بينما انتو اللي عشتوها، انتو اللي فقدتوا اصحابكم، انت فقدتو انتو اللي فقدتوا احبابكم، انتو اللي نصبتوا، آه برجع بقول مش تنكح جراح بس تا هالشباب بيعرفوا قديش مش هين الحرب، تنقولها هيك. لازم تنذكر تا ما تنعد. المشكلة عم تنذكر بس مصرين يعدوها. لا صارت 13 نيسان لانه نسينا اللي صار بالماضي حاولنا نهرب منه، لازم نتذكر على طول تما تما يرجع تنضل واعيين تنعرف ليش ومش نجي نتسلى بتهم لبعضنا فلان هو ماشي كان في غبره على صباطه وكان شعرات فرق شعره مش مزبوط هودي هودي اشياء كتير كتير سخيفه مش بمستوى التاريخ اخطاء ما حدا بيشتغل ما بيغلط الا المجد لا اسمه بس الله نشتغل بنغلط نعم فرق بين بنغلط وواعيين انه غلطتنا ما بنعود نعيدها ونصححها وفرق انه بنرتكب بنصير نعيدها بصير ارتكب هذا هذا فرق كبير نحن انا وعنا نحن بالتنظيم كثير اهتمينا بتحديد معاني الكلمات ما بنقبل كلمه تكون مطرح الثاني لازم يكون واحد على قد الكلمه اللي بيقولها او ما يقولها يسكت بلا ما صح بلا ما استاذ عباد انت امين عام تنظيم انا المؤسس وامين عام صحيح في كثير عالم انه بيسمعوا بالتنظيم لانه من وراء اذا بدك حزب القوات اللبنانيه وقت انضموا مش حزب مؤسسه القوات مؤسسه القوات يعني مش حزب ما كانت حزب كانت. ولا حزب. م. ولا حزب ولا ايدي كذبه هذي القوات مش حزب القوات اسمها قوات مؤلفه من اربع قوى نحكي بنحكي بدك التنظيم بيعرفون من هالاربع قوى أه. اللي هي كنتوا التنظيم وحزب حراس الارز والكتائب والاحرار نعم أه. أه بس بدي اعرف شوي اكثر عن التنظيم يعني أه ما بعرف اذا ما أخد حقه او أخد حقه بس نحن لانه يمكن أه ميديا ما كانت كثير مغطيته ما مش واصلنا كله خبرنا عن التنظيم كيف تاسس ومن وراها فتنا دغري كيف ليش صارت ال 13 مثال؟ تقلك شو تنظيم بالاساس انطلق يكون حركه سريه 100% اوكي فاذا ما بلا حكي لا سريه بدنا نقاوم عدو اقوى منا فلسطيني في دول عم تسلح ونحن يبعث الله وشايشين الخطر يعني شايشينه تمام كيف طلعت الفكره تتعاملوا هال التنظيم السري؟ أه بأول سنة 68 بيصطدم الجيش اللبناني مع مجموعة مسلحة على الحدود الجنوبية أوكي. بيطلعوا بالآخر من جماعة فتح فاتوا وظهرين سلموا قتل أه منهم واحد من الاثنين سلموا جتت بالكارنتينا قامت القيامة بيقوم الجيش بيكتب بيجينا هاي المعلومة اجت لنا قديش دقيقة ما بعرف انه الجيش بواسطة وزير الدفاع كتب للحكومة في قدامنا واقع جديد فلسطيني مسلح عم بيتحرك اذا سمحتوا له هيدا المنيح وهيدا العاطل واذا ما سمحتوا له هيدا المنيح وهيدا العاطل اعطونا قرار نحن اصطدمنا نحن اعطونا قرار تنفذ سياسة الدولة طلب الجيش تنفيذ سياسة الدولة انقسمت الدولة انقسمت الحكومة ما اخذوا قرار انقسمت الحكومة فريقين فريق يعطوه حريه اللي بده اياها الفلسطيني فريق ما بيقبل مين الفريق كيف بده يعطي الحريه مثل ما مثل ما, مطل ما هن هلا الفريق الاسلامي بده يعطيه الحريه كامله الفريق المسيحي بيقول لا بده ينضبط ضمن اصول هون شفنا انه الخطر وقع خط خلص تعطل دوري الجيش وقت ما في قرار حكومي تعطل دوري الجيش ما فيك تطلب شيء انا من اللي قاتلوا سنه 58 وبعدها طعمت القتال تحت دراسة ومنهم اثنين من اللي انا كنت دربهم من الطلاب قتلوا ب 58 الله يرحمه فوزي محفوظ ابو روي وعزيز طرباي محامي يعني. اليوم عم نحكي مع بعضنا انه انا مسؤول بحركه الشباب بمنظمه الشباب بالكتائب شو كذا كان بين دكان ما عجبتنا القصه لا لازم نعمل شيء ما لازم نعمل شيء نطلب اجتماع بالمكتب السياسي اعطيونا اجتماع قلنا له يا عمي مين عنا ندرب بالكتاب لانه بوقتها كنا عم نحن انا وكم واحد ندرب بالسر من وراء ظهر القيادة الحزبيه يا خي نحن في خطر قدامنا جاي بيجاوبنا الشيخ بير كلمه هيك مهذبه كثير قال 200 300 شاب مع توميغان بكفو بتعرف شو توميغان انت؟ لا التوميغان رشاش كان دارج بسنه الاربعين 40 كانت تستعملوا الكابوني رشاش آه عيار آه آه 45 12 ملم تبع الفرد ما بقت تلاقي منه بالمتاحف يعني يعني عم بيحكي بشيء هو ما بيفهم شو السلاح بس انه كلمه توميغن انه شيء شيء بيقوص دارناكس طلع كان ليش قال اياها عن عن كان عنده ثقه بالشباب مثال شاب مثلا او انه ما بدها هالقد القصه بطريقة عم بيجاوبنا أنه فرقونا بريحة طيبة بتهذيب هلأ يمكن واعي خطورة الإمكانية أنه ما عنده إمكانية واعي لعبة الأمم أنا عرفت أنه في إشياء واعي فيها من لعبة الأمم ومعانا منها مم. وفي مش تحقول على أنا ليش معانا منها بس بعرفها وعرفتها وهيدي اللي بيعرفوها هون يمكن يمكن لأ بس بهالفتره بلش يظهر الفلسطيني بلش بالمخيمات صرنا نشوف بياكلوا حيات بنطوا بالنار كذا ليش؟ هون بدك ترجع ليش؟ ليش وصلنا هون؟ سنة 1952 صار انقلاب بمصر على الملك فاروق سموها الثورة هو انقلاب مش ثورة الثورة بيقوم فيها شعب زبط عملوا انقلاب شيلوا الزلمة قعدوا هن مطرح واستلموا الحكي ب 23 تموز من كل سنه بيعملوا احتفال سنه 66 بيعمل عرض عبد الناصر بيعرض فيه ثلاث صواريخ بيسميهم القاهر والناصر والظافر بيعرضهم على بالعرض انه هودي بيصنعهم هو وانا واحد من اللي انبسطوا انه منيح على صار صار صرف في سلاح صار في صار فينا صار فينا نقاتل وصارت شروطه تعلى وبلش عبد الناصر يطلب سحب قوات الامم المتحده اللي بتفصل بينه وبين اسرائيل. هن بيقولوا انه ما كان مصدق انه رح تنسحب. هو وكان عارف انه عاده الامم المتحده بتقول لا ما تمنع على الحرب. قام لعب ورقه بلوف طلعت براسه. كانت غزه تحت ايد وحمايه مصر. كانت الضفه الغربيه والقدس الشرقيه بحمايه الاردن ملك حسين وكان الملك حسين بيتهموه انه هو عميل م. لاسرائيل وباذاعه صوت العرب يسموه الحسين بن زين م. ابن امه وعند العرب بس تقول ابن امه يعني يعني مش معروف بايه يومين م. اهانه وصار يتحدى شيله وما شيله قال لك مش يشيله واذ خمسة حزيران 1967 بتقوم اسرائيل بهجوم كاشح حماسية تحتل كل فلسطين كان هي مع النص من سنه 48 اخذت الكل بلوس زياده الجولان والناس اللي تسالوا الضباط كانوا من ايام الفرنسوي السوريين كيف سقطوا الجولان ما كانوا يعرفوا لانه حصن صعب يتاخد طبيعة الأرض في صعب يتاخد صار خيانة؟ ما بعرف بس وقتها كان حزب البعث هو اللي حاكم طلع بفتوى نحن انتصرنا على إسرائيل كان بدها تسقط النظام بدها تسقط النظام شو رأنا. لا بقيوا هني طيبين مش الحال هلا عبد الناصر وقت اللي عمل هالفضيحه وطلعت بالنتيجه كانه عطي الاسرائيليه كل فلسطين بهالعمل اللي عملوا رح يقوموا الناس عليه من خي شو عملت؟ اطلق فكره صار بدنا حرب شعبيه. تيغطوا حالهم ويلهوا الناس بده يخلقوا قصه مثل قصه عنتر. بتتذكر شيء بالمدرسه قصه عنتر؟ اي قصه عنتر اخترعوها بمصر كان في فضيحه بال عند الخديوي بالقصر، جابوا واحد حكاويتي صار يخبر قصه عنتر ما تخلص قصه عنتر متسلسل طويل عريض، نسوا الناس الفضيحه اللي بالقصر، بده ينسوا الفضيحه اللي صارت بمصر بقصه الحرب الشعبيه وصارت دخله الفضيحه هي شو انه كان مش عامل سلاح مش عامل صواريخ ما في صواريخ ما مصاري هي الفضيحه يعني الفضيحة ما قالت لي اياه ما راح توصلك اياها طلعوا الصواريخ ما كتيت عارضهم مش معمولين ما حدا عملهم لحد لحد اليوم لحد هلا ما حدا عملهم بمصر اي واحد اثنين اجى الاسرائيلي عاده في تمويه بالحرب وهي معروفه في دبابه بيعملوا دبابه من كرتون او من خشب وبدهنوها ما بتعرفها باللون بس هي بس ما بتمشي ابو المطارات هيك اجت اسرائيل وهجمت على المطارات وهيدا اللي بعد ما عرفناه لليوم ضربت الطيارات الصحيحه ما ضربت طياره التمويه دمرتها بارض المطار ونهار ما بقى في طيران في كم طياره عند بمصر بس خلصت انتهى انتهى الجيش المصري وسبت المصريه بثلاث حروب بينهم وبين إسرائيل كل مره في 10000 اسير مصري. م. بحرب بحرب وستين 67 10000 اسير مصري بقصه الدفرسوار ما سوار خبرية يعني قصص من هالنوع هالفضيحه اللي اللي ممكن تزلزل وهذا الاله العظيم اللي اسمه عبد الناصر دفشوا قصه الحرب الشعبيه صار في منظمه لمصر منظمه لليبيا منظمه للعراق منظمه لسوريا كان في بس فتح مبلشي صاروا فرخوا منظمات كل واحد يعمل منظمه صاروا الناس ملهيين بالمنظمات وخذ لك على بيانات من المنظمات الفلسطينيه دمروا بالبيانات نصف مجنزرات لاسرائيل أدمل كل معامل نصف مجنزرات مفبركه على مئة مره م. كل يوم تلاقي نصف مجنزرات طاروا كلهم كيف بعد في مجنزرات باسرائيل كيف بعد في بيمشوا هودي خبريات وكذب قد ما بدا يعني ما بيخطر ببالك هالكذب قدام نحن تعطل الجيش هو عم بيقول شفنا الخطر شو بنعمل؟ طلعنا ببعضنا بدنا نعمل شيء شو معكم ما معنا شيء لنا اسم معروف ولنا مشهور الا فاذا بدنا نعمل منظمه سريه ندافع عن ارضنا قد ما فينا ونتعلم قد ما بنقدر أنا كان عندي صديق اسمه عفت قهوجي فات عمل ضابط بالجيش بقوم عم بيسأله سؤال قلت له كتاب عسكري اجاني في كلمة بالفرنساوي اسمها فولتيجور بدي أعرف شو معناتها كلمة عسكرية عم بقول له يا عفت شو معنات فولتيجور قال لي يا صديقي الحرب اتركها لنا انتو اشتغلوا سيسي بترجيك مقطعتها الحرب اتركها لنا انتو اشتغلوا سيسي نحن حزبيين بدك الوقت ما جاوبنا على ما قبل يجاوبني صرنا نجيب كتب من ضابط تقاعد من هون من برا من جوا احد رفاقنا سافر على فرنسا كان في مكتبه اسمها شارل لافوزيل بفرنسا تبيع كتب عسكريه معه ليرتان جاب لنا كتابين عسكريات من هونيك قعدنا اشتغلنا عليهم منهم كيف نعمل آآ آآ هيدا آآ شو اسمه آه، مسيرة قتال إلى آخره تبع الجيش الفرنسي وكانوا يبيعوها هيك ببليك مش مهتمين وصرنا مين بلقطنا كلمة مين مين بيعلمنا كلمة ونحرت نحن على ما حاجة. جربت تستعينوا بحدا من ال من الجيش من العسكر أسأل... لا بركي سالت رفيقي اللي بحبه م. وعيش انا وياه 58 كل الوقت ما قبل ما قبل يرد علي م. ما قبل قال لي ما قال لي ما قال لي شو معناتها قال لي ما تدخل معي م. من مين مع مين بدي احكي؟ اذا هيدا اللي مقضى انا وياه ايام وليالي وسهر وسكر وكل شيء وما وما قبل قعدنا على جنب اخذنا قعده ما يلي ما نظرنا للجيش على انه الجيش مثل ما بينظروا حتى مثل ما عملوا دعايه بايام فؤاد شيب انت مع الجيش ولا ضد الجيش؟ مره ظابط بيقول من من بعد الحرب الاخرانيه مع الجيش ضد الجيش ضابط مخابرات قلت له حبيبي انتو حزب شي قال لي كيف قلت له كيف بدك تسالني اذا انا مع الجيش ولا ضد الجيش يا انا مواطن لبناني ومع جيشي يا انا خي ما بصير يكون انا مع الجيش ضد الجيش انت منك حزب سياسي ولا لك سياسي ما في يكون معك وضدك مثل ما انت عم تسالني مجبور يكون معك اذا انا لبناني انا بدي اكون لبناني نحن قلنا هيدا الجيش بالنظام اللبناني يتبع الدولة فإذا مش هو القرار هو بينفذ القرار صحيح فاذا انا ليش بدي جمال بدها السلطه اللي معطلت له قراره مش عليه هو صح اوكي خلينا نكون صاحب نحن وياه ما نتعادل نحن بعدين قلنا لا من مصلحتنا نكون صاحب نحن هون لانه اكيد في نهار بدنا نقتل نحن وياه في نهار بده ينحشر شايفين شايفين هالشيء قدامنا انه هذا الاحتمال كتير وارد مش انه اكيد بس انه كتير وارد بدنا نعمل نحن مبلشين اول ما بلشنا ركب بمخنا خطوره مخيم تل الزعتر اوكي قعدنا ندرس نحن وين في مخيمات لا فرجيك كتاب عندي لا بجيب بعد شوي وقديش في مخيمات والى اخره ولقينا خطوره مخيم تل الزعتر انه بقلب منطقه مهمه بلقط تقاطع طرقات شمال جنوب الى اخره صح مش آخر. يعني بيسكر كتير طرقات اذا تحرك وكان في مخيم تل الزعتر في بجسر الباشا مخيم مم. فلسطيني في كمان حد جسر الباشا بصين الفيل فوق بصين الفيل فوق مش النابعة في كمان وين هلا المستشفى الكندي كان في مجموعة من ناس فقراء عرفنا انه هودي بش بيشتغلوا مع مع الفلسطينيين كانت ساعة العبد نقلينا حطينا عند سكة الحديد هون مم. كان في مخيم ابيض بسموه او شي من هالنوع، كمان كانوا هودي عم يشتغلوا فيهم الفلسطينيين، ناس فقراء معترين يجوا تعصب اللي بدك اياه فوتون ما المشكله. وصار يتعاطف مع الفلسطيني مين؟ اليسار اللبناني حزب الأومي الحزب الشيوعي هؤلاء انه نظريا انه عم بيقتلوا وهن مش عارفين حالهم انه عم يقتلوا اسلاميا مش عم يقتلوا اللي قضية مثل ما نحن عم هون حسينا بالخطر نهار انا معي قريب بيجوا اثنين اذا ذكرت لك اسمهم بدنا نشوفك قلت معي قريب داروا برا قال بس دقيقة بس دقيقة بعدنا الناس فاتوا سكرنا الباب شو بكون؟ قال بدنا نروح نعمل عملية على الزعتر بدنا نفجر متريس قلت له خيي فجرت المتريس قال لي ايه قلت له بعد منا شو ردد شو ردة الفعل بدهم يعملوا؟ ما بهم قلت له بلا رح يجوا يضربوا ناس من الاهالي اللبنانيين مزبوط قال ايه قلت له اذا عرفوا اللبنانيين ان احنا اللي عملناها عظام اهلنا وجدودنا بيعفروها بي بي بيقبوها بي بي بنعمل ما بنعمل قلت له لا يعني ما بنعرضهم يموتوا هيك ببلاش لازم ندربهم ونوعيهم تيكونوا قادرين يتحركوا ندربهم كيف يدافعوا كيف يحتموا هالاشياء هاي من هون انطلقنا دربنا بين اثنا مينيموم عشر الف اذا مش اكثر واللذه انه دربنا عشر الف ما حدا خبر تعجبنا كيف ما حدا خبر خبريه يعني أنه يعني عم نطلع مع فلان او مع فلان ابدا 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 ما حدا هيك بقيت سريه كيف مش عم نعرف كيف بقيت سريه إحنا اعتمدنا اول ما بلشنا كل واحد اخذ اسم غير اسم لقب ايه لا اسم شو كان اسم نضالي انا راجح راجح؟ ايه ايه حتى يفتكروني يعني عرفت كيف؟ ما يفكروا غير شيء وصرت انا اعمدهم انه هيدا نقي له اسم اللي سميتها كذا، هي البنت سميها كذا الى اخره تناضل كلنا سوا انت من بين اللي دربتهم الشيخ بشير بشير كنت بالكتائب دربته ايه هذه قصه ثانيه بشير نهار بال... كان عمره يمكن شيء شيء 14 سنه تقريبا بيجوا بيقولوا لي هيدا ابن ابن الشيخ بير هلا صار ابن الشيخ بير يعني وابن مين ما كان له نفس الاحترام ونفس المحبه ما عندي عقده لا الرفض ولا التهل لا تطبيل اللي بيستحق بعطيه واللي ما بيستحق ما بعطيه ما هيدي ما ما, ما وصل طرق لي سلام كان المفروض ست خطوات يطرق لي سلام طرق لي, لي سلام شاف قلت له نعم انا بدي انضم قلت له بس سوري كان يقول لك كأن شيف شيف؟ إيه. ليه شيف كانوا يقولوا لك؟ لا بشيف انا بالكتائب لا آه. بشيف القائد يعني أي. انا القائد اوكي آه بدي اتدرب قلت له اهلا وسهلا ثاني مره بيجي لعندي بدي طلب منك قلت له تفضل قال لي اذا بتعاملني كبشير جميل مش بشير بير جميل قلت له هذا بدون ما تطلبه هذا عندي م. بدك تقبل قال لي بقبل بدك تقبل الملاحظات قال لي بدي اتفقت انا وياه انه مرات نربنا كم اعطي درب ندرب الشباب برا وانا بلومه قدام القائد الاعلى مني القائد آه. الاعلى مني انترفون كنا نسميه مناطوس بيسمع بيير جميل بلومه قدامه بس يفل نعمل لعبه اللعبه الثانيه اوكي اوكي مش لها بعد مدة لقيت هالصبي جدي سلمني فرقة بكفية م. نهار بيجي بيقول لي قال لي بدي طلع كم باروده نتدرب فرقه بكفاية قلت له ايه طالع انا وفلان الساعه عشرة ما يكون عندك بدي ما اشوف ولا قطعة قال لي اوكي ما بتشوف ولا قطع لا انا اجى الزلمه خدمة تريين سيت اهله قلت بدي اخر ربع ساعه تانية كمان تنعطي وقت بركي 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 مش جاهزين بركي في شيء وصلنا مؤخرين بوريد ستة ميلي على الارض بدي اضربه لبشير، شو بدي اقول لبشير؟ اللي معي شاطر بخبرك انه هو صياد بصيب مدري شنو بيفهم بالصيد ما له علاقه بسلاح ولا من مطرة انا من صغرتي من في تنشئه وقت بدك بخبرك اياها، خلتني حب احس انه القتال مجبور اتقنه م. مش لاني بحب القتال تضل طيب. م. فرق مش اني بحب القتال تضل طيب وجماعتي تضلوا طيبين كان لازم اتقن القتال. اوكي هيدا شيء ثاني بقى شوي طلع هيدا اللي معنا شيف الباروده عجبته قال جيب باروده 6 فيها نضور قال له ايه اخذ البرودة هيك في صنوبرة قوص على كل صنوبر قطشه قوص ضرب ثاني ما ما قطش ثاني ترك اخذ البارود الثاني قوص مصاب ضيق تركهم بالارض بتطلع بلاقي بشير حامل فرد شغل وادي شحرور 6 ميلي سنة من الشهر لو بيقصوا 30 ضرب اوتوماتيك بيعملوا هيك <applause> <applause> ما بقى في منهم اليوم قلت له بشير قال لي الفرد اعطيني الفرد خرطشته عملت هيك جيت صايب الكوز مش انا صبت الفرد صاب انا ما معي وقع الكوز وقع الكوز هيداك انبخع انه هو بالباروده ما صاب انا صبته بالفرد المشي تنفل قلت له ماشي تنفل طالعين تنوصل على السياره بطلع بلاقي بشير بيعمل لي هيك انه كتر خيرك كيف شلت لي هذا المزعج من مني م. قلت له فرجيك بايدي هيك بعد وصلت على البيت بعد الظهر اجى لعندي قلت له يا عكروت بردون طلعت كبيره قلت له لك تفضحتني قلت لك دب سلاحك قال لي ما لحق تضبهم قلت له ما هيدا الزلمه جرس يعني مثل ما بيقولوا المثل اوين بخبر كل الناس بقي بشير على هالعلاقه وهون بدي اقول لك شغله بشير من الاشخاص يلي عندهم كل الجرأة ولا مرة عمل شغلة وقال انا مش انا عملتها ابدا ما في شغلة عمل الا انا عملتها وبحمل مسؤوليتها اخطاء ما اخطاء في اخطاء ما مش عامل لك لا وهو دي بخبرك كثير منهم وبعرف آه من مثلا آه مثل آه قصة اهدن لما نخبرك اياها تحفظ فيها كنت انا آه بشير طلع اهدن بامر حزبي مش هو قرر وعلى طريقه المافيا مين اللي قرر؟ بيو قالوا الناطرين اذا أنا تتحركوا كان وقت قتل جود لبيه جود كان شخص صح له وزنه ومرتب ورجال وله قيمته وجود لبيه كان يحبوه بيت فرنجية طوني فرنجية كان يحبه بس تعرف كيف قتل جود البيع وانا عامل ريسيرش طويل عريض عليهم بتشوف قديش لعبه المخابرات جوا بين ايدينا لعبت فينا بشير <applause> وقع ضحيه لعبه المخابرات هو وبيو بلعبه اذن يعني الكتائب هن عملوا هن نفذوها هن نفذوها بس هن وقعوا بفخ تنفذوها اللي هو والوحيد اللي استرجى من المنطقه الشرقيه لا يعزي رئيس فرنجيه هو انا ما حدا استرجى يطلع كانت علاقتك منيحه معه؟ ما بعرفه اه لا ليش استرجيت؟ لانه انا مأمن بهيك انه هاي بارودتي ما بتأوسر فيها ما بقبل فيها هذا مبدا ما خفت بس انه يمكن ما ما ي... ما, ما ي... فرقانه معي مين من مين مين بدي خاف من بشير ما ما ما, ما راح اقرب صوبه عنده الرجوله كيفي ما اقرب صوبه في اسالك سؤال بخصوص مجزرة اهدن ليش انعمل باهدن طالما كان زون فرنجيه بالمنطقه هون عنده ما عم ليش اقول لك بدي اخبرك خبريه طويله كلها خبرني خبرني يا اخي مهمه لانه في عده وجهات نظر في, في منهم بيقولوا كيف في تسهيل سوري في منهم بيقولوا السوريه هن نفذوا شباب الكتائب وصلوا كانت خالصه القصه ليك الشيء الثابت انا جمعت معلومات مش كل المعلومات لا جمعت معلومات وقسم منهم من بيت فرنجي مم. من جوا آه. كان صار في اشتباك فرنجي كتائب الى اخره والتقوا ببكركي طوني فرنجي بيطلب من جود البيع بيقول له بيعني اياها ما تنزل على شغلك اوكي قال له اوكي ما نزل بس كمان ما هيدا رجال طيب جمعه ما ما صار شيء ليش نزل على شغله بيجوا بيقولوا له طانوس جبرائيل يمكن اسمه فرنجي بي بي القتيل اجى لعنده على البنك على شكه وقوصه وفل بيع... ليش قوصه؟ ليش قوصه؟ ما ابنه ابنه اللي عم بياخد بطار ابنه اوكي عرفت كيف؟ مم. بقى بي... بي... بيعرف طوني فرنجي انه هيك صار بيقول له حموه للزلمه هذا زلمته لبين ما قال حموه بعرف من قلب بيت فرنجي خبر تاني انه عرف توني فرنجي انه هذا فؤاد جبرائيل اسم برضو اسمه فؤاد جبرائيل فؤاد جبرائيل فرنجي نزل بسيارة المخابرات السورية وقوص جود البيع وطلع بسيارة المخابرات السورية م. كبرت براسه لا حس بلعبة اكبر منه الكتائب كانوا طالعين يطلعوا نهار ثلاثة يمكن اجلوا نهار خميس اجلوا الرحلة لا يعني بقولوا التنين لا؟ ما عم نسيت انا الايام اوكي اجلوها من يوم ليوم تاني تيكون بهالنهار مش طوني عند بي هون ايه بقولوا لأن لانه هو بينزل احد كان ما, ما بعرف اوكي النهار على المضبوط تكون تا... انا واعي كنت اعرف واحد اسمه جوزيف الخازن امم يضل يقول لي انا وطوني فرنجي لحم وضفر اوكي بضل شوفوا رجال وله تضحيات كتير وقت طلعت تعزي كان هونيك وبرهن لي برهن لي انه مزبوط علاقته هيك لانه انا وقعت حد الرئيس الفرنجي بيجي سليمي يعني سليمان الصغير لابس تي شيرت على صوره اخته مكتوب بحبك يا لبنان راح قعد بحضن جوزيف عيط له الرئيس الفرنجي ما كان يجي قال لي جوزيف مربي فهمت يعني قريب اذن قريب مش 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 تفنيس هيك يعني قال لي اه وقعد بحضنه بيقول لي جوزيف انا وهونيك قال لي ليلتها كان لازم توني بايك ينزل المكان والحرس وفل م. قلت له ايه بيجوا اربع ضباط يمكن او خمسه عندي عند الرقم مقيدهم عندي حتى ما انسى بيجوا اربع ضباط شو سوريين سوريين بيقابلوا توني فرنجي امم بيطلعوا على سيت القرن قال لي انا وقت قعدوا وياه إن انا بعدت يعني تما يحضر الحديث هذا التقليد بصغرتها اذا انت قاعد حد زعيم صغرته وشوشتوا هيك بيهربوا كل الموجودين في صايره معي نعم آه والله ايه ما كنتش عارف انه هالقد مزبوطة سمير فنجي الله يرحمه مخبرني قال, قال لي هيك بتصير بقى خلصوا قال لي وجاد. من بعد ما فلوا عم بيحكي جوزيف الخازن بدنا نفل جينا تندور الرينج روفر تبعنا ما كنت تدور بالاخر صرت محتار كيف بدي وصل توني بيك واجى ولد معه طرطيقه اخذت الطرطيقه منه اخذت توني بيك وراي وصلته على البيت ورجعت اديت الطرطيقه للصبي هو عم بيحكيني ما رأى الزابي عيط له على الطريق ما كان يسمع الطرطيقه صوت قال لي هيدا 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 يخبرني تخبرني الخبريه ما رأيت مش هيك بفهم من محل تاني انه اجوا الضباط السوريين على طوني فرنجية نعمل لك جيش من 5000 آلاف مقاتل نعمل لك إذاعة وتلفزيون وقفوا بوجه الكتائب قالوا ما بعملها حس باللعبة لوين بدأت وصله مم. ما بعملها هلا كمان شيء تاني طوني فرنجية عنده كلبي بالبيت مم. فيتين اللي طلع فيتين ناس طلعوا من هون مش من هون ما بعرف فيتين من باب وراني حاطين فانتوس على ازاز قصوا الازاز تماهر ومدوا ايدهم فتحوا البوابه بال... ما معهم المفتاح فتحوها بالايد وفاتوا الكلبه ما هاشت عليهم عمين ما بتهوش الكلبه او بتعرفوا فاذا مش شباب الكتائب اللي طالعين من هون شوي مسمى من الكلبه اوكي نهار اللي صارت المجزره شخص هيدي قصه الكلبه نفس النهار كل كل كله عم بحكي كل كله صار بنفس النهار نهار اللي صارت المجزره بعد يومين ثلاثه بعرف له يحققوا وما يحققوا واحد مساعد محقق ابنه كان يقاتل معي ماري قلت له يا ابو فلان بدي احمي له راسه يا ابو فلان شو الخبريه؟ قال لي قلت له يعني قال لي في لك كلمتين نحن ما شفنا توني فرنجيه مطرح ما قتل اوكي منقول لمحل ثاني يعني هذا بضيع تحقيق اثنين كتبنا تقرير ونجبرنا نخزقه ما قال لك شو هو؟ لا قال لي بس بقول لك هون وانجبرنا نخزقه بيقول لي احد الكتائبيين اللي طلعوا من هون مم. معه قوة بعده طيب وصل لمحل لقى في حاجز السوري قدامه شباب في حاجز السوري قدامي قالوا خليك مطرحك ما في ربع ساعة نشيل الحاجز في حدا حد بشيري عم بينسق مع السوري يعني كانوا السوريين عم سهلوا العملية عم بيلعبوا اللعبة ورطون لناس سوريين بروفيشنال اه, يعني محترفين إيه. بالمخابرات إيه. اللي مع بشير شباب مبتدئين بعدهم هويت مخابرات إيه. وقعوهم بلعبه فاتوا معهم بم... بس حضرتك قلت لي انه الشيخ بيار اخذ القرار يعني إيه. كان في قرار يقتلوه لطوني فرنجي لا لا قرار شو لك؟ القرار بيطلعوا بيكون طوني فرنجي هون بيكمشوا اللي قاتلين جود البيع بيجيبوهم معهم اه اوكي هيدي هن طالعين نهار ما فيه ولا واحد من حرس توني آه فرنجي نهار طلعوا كانوا فلوا لانه طوني فرنجي المفروض يكون ببيروت <متحدث> شو طلع يعمل سوري اخر الساعة وحدة بعد صليل <متحدث> هون هون تطرح الاسئلة كلها سوا شو داير غازي كنعان يلي هو قريب من سوريا لا يلي يلي استنحر بفرد بكرة بثلاث تضرب براسه ما ميت من اول ضرب ايه فرد بكرة طق <متحدث> <applause> 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 طق طق يعني براسه <متحدث> هون في لعبة مخابرات كبيرة لمصلحة <applause> أول كان في جناحين بسوريا؟ جناح آه القريب آه من سليمان في, كل شي من في كل شيء في كل شيء مخابرات في حدا مخروق عمل لعبه طيب شباب الكتائب اللي وصلوا لهونيك اكيد يمكن بتعرف منهم عالم شو قالوا لكم؟ كان ميت في, كان في شباب كتائب كنت انا موظفهم بحمايه على حد الكات كانوا عم بيقتلوا قالوا لي وصلنا على الفيلا تبع توني فرنجي شبابنا اللي مقاتلين بالاسواق يعني الشرسين بعرفهم قال لي نار طلعت علينا ما قدرنا نفوت امم نرجع بنطلع بنفتش من انه طوني فرنجي كان لوحده ومعه شوفيره بس هيدا ما فين يعملوا هالنار هو اثنين ما فين يعملوا النار, النار هالقد عم نقول في اسئله الكتاب جريمتهم انه طلعوا على اهدن ما بين طلع على اهدن م. لو شو ما صار ما بينطلع عهد طلع عهدين لو 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 ما ما, ما, ما صار فيها ضربه كف طلع عهدين جريمه كبيره بالاعتبارات التقليديه اكيد هيدي 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 هيد, 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 هيد القيمه هيد اللي بدي لك اياها وبيقول لي يا الله يرحمه سمير فرنجي قال لي شو تخمين بشير ما عنده حدا من اولاد الضياع يقول له شو العادات والتقاليد اكيد مش اولاد الضياع كان عنده من الاولاد الساحلي اللي ما بيعرفوا بعادات الضياع وباصولها مع انه بعدين بعرف من الله يرحمه الشيخ يوسف الظاهر ربطتني في علاقه بيو لبيير وكان يحبني ويحكيني كل شيء منهم مره قد ما تضايق قال لي عمليه اهدين ثلثا عبيد فرنجي والتالتين علي لا لا لانه يوسف الظاهر سليمان فرنجي وحميد فرنجي ولاد خالته اوكي وأمه ماتت بكير صارت امه ليوسف الظاهر عبطتهم قال لي نحن ربينا كانه ربينا نلعب براحة. مع بعضنا من احنا وصغار يعني خالتي ماتت بكير وهودي ولد خالتي ومره عم طلبوا مني الكتاب انه قل له ليوسف الظاهر اذا بترشح عني قال لي انا مصلوب على صليبين قلت له شو؟ قال لي صليب الكتاب وصليب التفرجي قلت له كيف؟ قال لي ما هودي ولد خالتي واخته و... و... للشيخ بيير اخدها خالي بيت, بيت برفول همم عركوجة بعضهم هيك هون من هون بقول لك انه اه كثير عليهم حق نعم نعم عليهم حق بس ما فهمت شو قصة التلتان تلت اعتبر انه هيدا ضده هو شخصيا امم لانه قبل بمره هو خبرني بيلتقى بشخص من بيت صهيون من كفر عبيده قالوا له اخذ مدفع تخمين 120 جر وطالع بده يضرب ب اهدين نزل على الطريق شغل المدفع قال له يا ابني مش هيك بتنحل مشكلة اهدين م. مش بالعنف م. بالطريقة تانية هو ابن العادات والتقاليد ما تنسى انه شيخ في الظاهر عائلتهم بيت الرزة تلعنا بطرك عين خيان عملوا بطرك عنا واحد انتخبوا بطرك مات انتخبوا التاني بطرك رفض هرب بده يقعد بقلي بده يعمل حبيس راحوا المطارين بالقوة يجيبوه عملوا بطرك م. بالقوة بالقوة جيبوه بطرك بقى هذا من بيت يعني عريق بالتاريخ يعني بيت يوسف الظاهر اعتق من بيت فرنجية بالسياسه وبالتاريخ وبالمجد بس مثل كل البيوت ختيرت اجت عائله تانية اخذت مطرحه طيب اذا في تسجيل صوتي نعم لسمير جعجع بيقول بيقول فيه هو بي. يا جماعه انا بدي اقول لكم نحن قتلنا توني فرنجيه شو أول كذبة بيعملها سمير جعجع جع ولا آخر كذبة؟ أول شيء من كيف هو قوات؟ هو, هو من قوات راجعين له راجعين له خبريات عم قلك هو بيقول انصاب أصلا تحت انصاب انصاب بإيده ليش تنصاب مثلا إذا ما كان في عم تقول لي أنت حرس والحواجز السورية ما هون السؤال منين كانت النار قوية هالقد بحماية بي 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 بيت توني فرنجية وما في حدا إلا توني وشوفيره طيب بركي فعلوا الشباب بركة لا لا ما في حدا في في قوة ثانية كانت عم بتقاتل جوا وهون عم بقول لك ما بعرف إذا دور, دور أي مخابرات كانت جوا أكيد مش الكتائب أكيد مش جماعة بشير هاي تكون تكون يعني آه ضميرياً هو بال بالمعطى اللي عندي على بكره بيجيني معطى ثاني يمكن تتغير القصة بس هودي أبحاث كتير ودخلت كثير وحضرت اجتماع بين بشير وبين آه حدا من بيت فرنجية وكان معنا الأبيت بولس نعمان و... وكيف قام بولس نعمان سبوا لبشير بسوسي إنه كيف تعمل إهدين م. قال له كيف لك تعمل إهدين بيقول له بشير خذ راسي و... و... وردة. قال له لا يا بشير الحديث كان قدامي كنا خمسة قاعدين قال له هلا اتني راسك ما ب... اذا قتلناك ما بقى ينفعنا نحافظ عليك م. ما بدنا نعمل مجزرة آه هيدا التقليد اللي فاتوا فيه ردة فعل غير 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 مدروسة غير واعية غير واعية أنا قال لي واحد من المكتب السياسي تعرف القصص أنا تركت الكتاب بس عندي كان صداقات واحترام بقسم كبير من أعضاء المكتب السياسي القدم الكبار وهيدي طيب إيه؟ بيت فرنجية ما بيعرفوا هالشيء يا خي بيت فرنجية عم. كلنا بنعرف إنه تهمين القوات وخاصة سمير جعجع بهالقصة يعني عملوا مصالحة طويلة عريضة بيخبرني أحد أركان الرابطة المارونية قديما وقت راحوا عم بيعزوا للرئيس الفرنجي قال لهم في معهم يهود م. قالوا كيف يهود؟ قالوا فيهم شبان اللي قتلوا مطهرين. م. بيقوم واحد بيقول له بيقول له الرئيس انا ماروني ومطهر كمان. <applause> مش مش كافي هذا انه انه اكون يهودي انا مروني <applause> ومكتر ومطهر ما, ما يعني في لاسباب تانية ما بعرف يعني خبريات كثيره وكانه يمكن الرئيس فرنجي طيب اذا قال انه السوريين لهم دور شو وين ظهروا عمين بالله عمين بالله يعني عم يعمل نفس الشيء مثل ما عمل وليد باك عمين بالله <applause> كمان يعني عم يقبل هون بدك تفهم موقعه وين هودي هودي بوجهه هوديك بوجهه هو بصفي شو بس ما رقطاش بده يخلي محل باب للاخذ والعطاء ويمكن ما كان يقبل يصدق كل شيء او مثل كل اللي عاده القيادات عندنا بلبنان بيخافوا يخبرون الحقيقه خي ليش بتخافوا؟ شي هيدا شو الـ شو الايد الله؟ تشرش النهار بيستضيف حدا من نحن, نحن خبرنا نحن فيرسيون نحن عايشين بلبنان شعب وثني ما بنعبد الله بنعبد الزعيم اللي ماشيين وراه مم. كل كل الناس وثنيه هيدا الزعيم زعيم ومرة صارت معي اكثر مرة انه هيدا الخيوزة الكبير عم بسبوا شيء اذا عم بيسالوا سؤال عم بسبوا لا ما الي حق انا عم عم بتوجه للعزه الالهيه لا 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 خذوا لا مش بدي ارجع معك شوي لورا أه رح ارجع اجي على الصفره على مج على مجزره الصفره وهيك بس بدي ارجع شوي على شغلتين صاروا قبل أه بالكتاب اذا ال بدك المختصر اللي عامله انت على ذكرى 50 سنه للتنظيم حاطط مشبه المظاهره صارت ببيروت لما استقال عبد الناصر بالمظاهره 9 حزيران 9 حزيران بالمظاهره اللي صارت وقت الرسوم الكاريكاتوريه وفاتوا على الاشرفيه هذا التشبيه بيناتهم ليه؟ رح اقول لك انا وصغير وعيت على المظاهرات اللي كانت تقول مبارك صباطك يا رياض بده شريطه عريضه. مم. ليش؟ شو دخلهم هودي؟ شو دخلهم بالسياسه؟ مطان مبارك والبطرك عريضه. مم. استجرار الدين على معركه سياسيه بلا طعمه. اوكي. قبل بعدها صارت الوحدة بين مصر وسوريا سنة 58 فرت سنة 62 مزبوط صح بذكر فرتت بال 61 سنة 62 كنت أنا ببعلبك عم شق على خالتي كنت بلا شغل بشباط كنا كان الثلج 40 سم بالأرض م. بتقوم مظاهرة ببعلبك مظاهرة احتجاج على فرط الوحدة لوين راحت المظاهرة؟ معك نيسة. حضرت على الكنيسة حاطتها انت مع راحت على مطرانيت الكاثوليك وصاروا يضربوها بالحجار والثلج مكسر، خي شو دور المطرانيت الكاثوليك بفرض الوعدة؟ في حدا يقول لي؟ في حدا يقول لي شو دورهم؟ وقعدنا رحنا لعند المطران وإجوا وفد من بعلبك، كان مطران بيت المعلوف من هود الركاب م. صرخ قالوا قالوا لهم تبعتون تلعبوا اللعبه بترجعوا تعتذروا ما تجوا تعتذروا عندي م. من المنطرين من المنطرين الرجال اوكي شو صار و... و... سن... وقت اللي استقال عبد الناصر انا كنت مسؤول عن بيت كتيب ومعي شباب وما معنا سلاح معنا أنا يعني باروتين ثلاثه ما فيهم خرطوش ما تاكزوا عليك وكان في معي رشاش تسعه كارلو جوستاف بلا خرطوش تثاقب قبل بجمعه مارق شب من حرس بير جميل نسيت من هو بيقول طلع هيك قال لي هيدا رشاش مشاط وفاضيين قلت قال لي هيدا 25 طلع هيك 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 حطيت علبه 25 طلع حطيتها نهار اللي صارت هيدا استقال طلعوا مظاهرتين بكل الشرق العربي بمصر بالقاهره بلبنان بلبنان صار تجينا اصداء متجهين ما متجهين متجهين على بيروت على بالكتيب انا صرت ارجف بدي بتحمي بالكتيب اذا فاتوا علينا في كم واحد معه فرد بس شو بيعملوا <applause> هذا بجمهور طويل عريض وفي قطعه بلجيكيه عيارة سبعة واحد وتسعين وانا عندي كم خرطوشه سبعة اثنين وتسعين اذا تقضوا فيها هذا كل شيء موجود يعني مم. بقى بقوم عم بعبي بس بده يجي بيت الكتائب قلت ما بيت الكتائب على البرج ايه بس انه لا. ولو ما تحرير ال ما نحن عملاء اسرائيل شو بيك المسيحيين؟ بس وقت من وقتها من وقتها؟ لك قبلها والله اوكي بس تقول لهم شيء شغلوا عالكم بقول انت عميل اسرائيلي مم. بس هن بيمضوا مع اسرائيل ونحن ما بنمضي وهن بيعترفوا نحن ما بنعترف وبيشتغلوا كليب سايد عند اسرائيل وبيجبرونا بيطوقونا من كل الميلات بالحرب ده ما يخلوا محل الا نشتري سلاح من اسرائيل وبيتهمونا بالعمل لا نحن مش عملاء لحدا مش عملاء لحدا نحن اشترينا سلاح بمصرياتنا واللي له لنا خرطوش ببلاش يرفع ايده رح احكي فيها هيدا رح نرجع لها هيدا هيدا هي ما بقى صرنا نقول يا عمي بيجوز ما بيجوز هيك نحن بلا إمت امتى عبيت له خمسة 25 طلقه وبساعه 30 م. شو بدي اعمل؟ شاب اسمه كلود راي قلت له كلود حمولها الرشيش انت بركة صار ما خليك خبى شوي ما بنشوف اذا شيخ بير نازل معه سيارة مرافقين فيها ست, ست, ست سبع شباب كلهم سوا لا بضاي معه فرد مشتاين يعني ما معه شيء بيرج مالك شب وجيل طويل وكذا نزل على الساحة في مظاهرة راح على المظاهرة ما شفت المظاهرة رجعت رجعت شو في شو صار انا عم بسأل بالمزهر. شو رجع المظاهرة كلها بعد شوي جايني شاب الله يرحمه اسمه جورج من الاحرار كان كثير كثير حبه يعني مثل وحبني مثل الاخوه اخذت بوسني شو بيك قال لي عرفت ليش هربوا؟ قلت له قال لي عم بيقولوا هجموا قلت اي كتيبه ركابنا عم ندق ببعضها مش عارفين كيف بدنا نتخبى كيف بدنا نتخبى ما معنا شيء ما, ما حبينا هيك بس ليش شبهتها ب بي... ليش ليش 6 شباط كانت هديك المظاهرة ليش انعملت مظاهرة 6 شباط؟ كرمال الرسوم الكاريكاتورية شو دخلنا نحن فيهم؟ مال السفارة الدنماركية بالأشرفية آه شو دخل آه كنيسة آه مرنقولة؟ شو دخلها؟ ارتاج الكنيسة اللي أبعوا على الصليب شو دخلها؟ صحيح دخلوا؟ صحيح ولو ما الخوري بكنيسة مرمروني ضب الشباب جوا فاتوا ثلاثة من جماعتنا مسلحين ضبهم حتى ما يعمل مجزرة. ما كنا بلعنا. شو 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 علاقه تيجوا على المنطقه الشرقيه؟ ما كانوا جايين كلهم سوا حس حزب الله باللاعبين سحب من من المظاهره م. الناس ما بيعرفوها قالوا ما فوت بهيك عمليا انو بدكم تورطونا بحرب اهليه جايين بدهم يورطوك بحرب اهليه مش عارفين كيف ونو ونيق قوى الامن ما كانت ما المظاهره دار الفتوى امم ولا لا؟ وين بيقولوا فلتت من ايدهم شو فلتت من ايدهم؟ هلا وين وين قوى الامن ما كانت تضبط الناس؟ وين؟ م. ما كان في قوى امن، ليش ما كانوا موجودين؟ بركي لانه كان دار الفتوى انه معتبرين انه راح تكون منظمه اكثر لكن دار الفتوة دار الفتوى اللي هي حميه فتح الاسلام من بعد ما قتلونا مجزره الضنيه وصارت طعميهم اكل سخن وبعتوني على على حبس الرم... على حبس رومي ما هو كله شو؟ ليش دار الفتوى بدها تحمي فتح الاسلام؟ ليش بدها تحميهم؟ اسئله صحيح كل كلها على بعضها، فاذا في شيء في شيء بالخلفيه اللاواعيه مش عند كل الناس لا، أنت فريق من العالم بيستعملوا دائما. انا بعرف مسلمين عملوا معي ضروب بالحرب بتجنن من اشرف عالم اكيد ما واحد ما بيشمل إيه ما, ما انا ما بشمل بس في ناس بيشتغلوا سياسي بهالطريقه هيدي وفي بايديهم مادة لهالسياسه هاي المادة بتخليهم يعملوا الاعمال اللي عم بيعملوها هيدي الاولى بعد سؤال عن فتره هاي قبل انتم آه، بالتنظيم كان حسب ما بنعرف كان معكم جورج عدوان نائب جورج عدوان شو صار؟ صار شيء انقلاب ما بعرف شو صار في شيء خبريه صايره <applause> <applause> خلينا بنضيف خلينا نخبر هالخبريه ما بدي خي ما ب... ما, ب... ما بدي ما بدي ما بدي الحديث خلينا بمستوى مم. هو تنظيم او هو كتائب او هو لا أو لا هو أي... هو, انبعث آه... انبعت تيفوت تسلل قدر ان آه... آه... الله يرحمه ابو روي كنا عندنا اجتماع سري مم. بيجيبوا ابو روي على الاجتماع السري بنفوت نحن بت... بنلاقيه جوا ما عادش فينا نطلع منه. مم. يا عمي ليش عملت فينا هيك؟ قال هيدا عامل تدريب عسكري وعامل وعامل وعامل. طيب عامل. سكاتنا. كنت انا اهتم بالتدريب، خي خذ تدريب عني. اهلا وسهلا ايش بيعرف اكثر مني؟ إيه؟ ليش انا بعرف كل شيء؟ صحيح. انا انا منطقي ونحن هيك كنا نقول هالقد نعرف وانا صاحب الكلمه الشهيره بقول لهم مهما تدربنا بضلنا قصه تدريب. مهما تسلحنا بضلنا ناقصنا سلاح مهما زيد عددنا بضلنا ناقصنا عديد اكيد ثلاث شغلات تعلمون وكلمة تانية أول حرب قلتها البارودة اللي ما في وراها مؤمن في وراها مجرم امم البارودة اللي ما في وراها مؤمن في وراها مجرم في كتير أشياء طلقتها لأنه كنا نهتم ببناء الإنسان <applause> ما بدنا واحد بقوص وبيقاتل، لا بدنا انسان عنده روح المسؤوليه وروح القياده. هيدي هي اللي بتمنا، وهيدي اللي خلتنا نحقق كثير اشياء وناخذ صيت كبير ب... بامكانيات اقل من ضئيلة اقل من ضئيلة لانه في قيمه الانسان اللي كانت هي تعوض النقص المادي اللي صحيح. ما كنا نلاقيه. بقى فات معنا نهار جبنا هيون بال 74 طلعنا على الجبل بمحل بدنا فيه علقت الازيفه بقلب الهاوي هرب جورج هدوي من حد الهاوي على حساب خبير وبيقصف بيضرب هرب هرب طلعت بحالي شو عم بيصير؟ فكيته انا حليت القصه ومشي الحال ضل ضلت عيني بيجي بيعمل بيعملوا علي انقلاب سنه 76 وقت الاحدب بعمل بادار 76 عمل وحاجة انقلاب بالأحداب مم. مم. بيجي بي... بيقتنعوا نحن كنا سبعة بأعضاء مجلس إيدي أنه نصغر مجلس إيدي بحجة أنه تصير فينا ياخذ قرار بسرعة أكتر ومنهم نخيب يوقف معهم يخيل ليش عم تعملوا هيك قال أنت كل ما بدنا نعمل عملية بتسأل مئة سؤال كم قتيل برحلنا وقديش نسبة النجاح تقول قال لك قال إيه قلت له كل شاب منها وابني ما بخاطر بحياة ابني تقتسلها <applause> في هجوم بننزل كلنا سوا بنرد ما عندي مشكله بس انا افتح عمليه روح شباب قال لي كيف نربح لكن قلت له يا حبيبي اذا رشحتك على النيابه وفشلت بنقول له ما تبغزونا فشل لقينا هلا اثنين فلان اشطر منه رح نرشحه مطرح بس هيدي اللي بيستشهد ابنا بتجربه نحن عم نعملها اذا قلنا له سوري ما تخزينا بيعود ابنا طيب سكت قلت له ما بيقبل ما بقبل بدي اعرف لا كل شغله قديش مش مش حال تجارب نحن مش كوباي بمختبر جو... جورج عدوان كان معهم اللي حاول يعمل انجاب عليك؟ ايه واحد منهم هو واحد منهم واحد منهم اوكي بعدين بهالوقت انا انجاب دموي او لا 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 هيك اوكي خلافا للمبدا العام لانه نحن يعني. المبدا العام عندنا مجلس ايدي مطلق الصلاحيه واي عضو بمجلس يدي له حق الفيتو بوقف القرار اه اوكي لانه ما عندنا ما يعني بنينا مكنه تما يكون فيها زعيم مم. ونعبد الزعيم ضل نعبد الله بدنا نعبد الله نحن ما بدنا نعبد الزعيم وبنا وما بدنا نلتهي بال بال الصغيره بدنا بيهمنا العدو نحن نربح على العدو بعدين صح. نشوف بنشوف البيئه وقتها قمت انا اخذت لحالي بدي بدي بد... محل انسحب إن ليلة بينما لانه بعدين القاعده هي ضغطت ورجعت وما قبلت الا ما رجعت انا امتى طلعت على وزاره الدفاع شقيت على جورج حبيقه كان بركبه إيه رائد عمو لالي حبيقه بالجيش وهو عرفني على عظيم لبنان وصارت القصه الكبيره ما بنخبرك اياها هلا خبرني اياها سألك. هسو؟ منصف عظيم منصف لبنان بس تيعرفوا قصدك يعني عظيم لبنان ميشيل ميشيل نعيم نا عون <applause> جنرال طيب عبقري اوكي آه. شو شو جورج عدوان شو صار بهالقصه؟ بهالقصة اكتشفوا بعضهم انه عم بيلعب على ظهرهم آه وكانت كانت بلشت معركة تل الزعتر وشافوا اشياء بتل الزعتر ما عجبتهم يعني بلشت شتى بعدين تبين لهم انه عم بيشتغل مع الاسرائيلي اف ايه بس انتم ما كنتوا بعيد عن الاسرائيلي كمان؟ لا بعد لا نحن من عمليين اللي ضد عدو واللي بيحب ومعي مصاري بدي اشتري فيهم ما انا معي ليش كان عندكم هالنقزه اذا عم يشتغلوا مع السعوديه؟ عم بيقبض مصاري امم <applause> الفضيحه كانت وقت جاب تشيك مصاري إجيت تشيك على بنك معين ما ما عرفنا شنو وقال اجاكم هالمبلغ شو كيف إجا المبلغ؟ شو بعرف بركي جاي اكثر حطهم بجيبته مين قال له كنا وقت رجعنا صلحنا قلت له نحن بدنا نكلف ناس قال إيه لا ما بيقبل الاسرائيلي يحكوا مع مين ما كان هو هو اعترف فيها ايه الاسرائيلي بيحكوا معي ومع فلان قلت له لا الاسرائيلي بيسمي مين من عنده بده يمثله ونحن بنسمي من عنا مين من عنا بده يمثله مم. فرضت ساعتها فضح القصه بعمل قلت له ما بتعمل شيء تنظيم روحي ما فيك تقسمه فيك تفل والله معك وهيك صار وما راح معه حدا راح معه كم واحد قلت لهم راح؟ عمل الـ... عم جروب هيك لوحده اوكي قلت له انا للشباب هيدا بيجي بعد شهر يجي بعد شهر تاني بعد شهرين ركض لي ابو روي قال لي كيف عم تعرف عم تحكيه. قلت له لا قال لي لك قلت له هيدا بيعمل كذبتين جورج معدل كذبه هالقد كل كذبه بغير على الكذبات وبيجي عم بيجوا على الكذبات سالهم شوف سالني قلت له مزبوط كذبات ما قدرت تحملهم نحن بكل اسف وقت إن احنا عم نحارب كل اللي اشتغلوا ضدنا وقفوا مع الفلسطيني اشتغلوا ب... لخدمه اسرائيل بدون وعي، سكروا لنا كل بواب ما في الا الباب الاسرائيلي اللي انفتح، اشترينا سلاح من اسرائيل وراح اخبرك اخطر من هيك بايام رئيس الرئيس اللي... آه... سركيس بيجوا مره وفد عربي على القصر وبيطلع بشير تا عم بيحكيهم بالموضوع انه انت وعلاقتك باسرائيل وما عندي ما عندي مشكله، قالوا كيف ما عندك مشكله؟ قال له اخي هاي مصاري بتبيعني سلاح قال لا قال له بتعطي سلاح الفلسطيني انا عم بشتري سلاح من اسرائيل بشتري منك من مين ما كان مني مديون لحدا وهيدي بحب اكدها منا مديونين لحدا كل سلاح اللي اجى دافعين نحن حقه كيف كان معكم المصاري تدفع حقه؟ ما كنا نلم من الناس شو بيك؟ كان في ماليه مشتركه تلم من الناس اللي بتقضي تجيبوا سلاح وكان في اشياء ثانيه يعني يعملوها برانيه مم. يعني تعملوا سلاح وفي شوية تبرعات مرة يجيك من برا من جوا شوي تلملمون حتى اشتغلوا قسم من شبابنا انه خي هرب من هون حشيشي قد ما بدك بس اعطينا مصاري تنحط بالصندوق عرفت كيف؟ تا تقدرنا نهدي ما كان يجيكم ابدا ببلاش سلاح من اسرائيل؟ عيب نحكي شو شو اجانا ببلاش؟ اجانا ببلاش شيء ما فينا نستعمله اوف ما له قيمه اجتنا راس ازيفه الار بي جي بدون الدنب بدون اللي بتفشها مم. ما لها قيمه ما لها قيمه بدنا نحكي ش... بمصرياتنا نحن وعم نشتري مرات يقول ما في بده بيعنا هالقد بعيار بحدود معين ومره كنت انا عم بصير معي مفاوضات على كميه على اسلحه إلى قيمتها بيقول لي المسؤول وقتها عن عن سلاح بالقوات كنا جمعنا كلنا بالقوات قال لي بعرضك ما تخلي الاسرائيلي يعرف وفات الاسرائيلي وقفنا قال لي دخيل اجرك بيخربوا لنا بيتنا هن بيخافوا ما بدهم حدا يضارب عليهم هاي من شروط بيع السلاح لنا وكان ممنوع علينا نحن نحن الفريق تبعنا الفريق المسيحي ممنوع نشتري بارودي الام 16 بارودي وحده ممنوع نشتري م. ويا مره انعرض علينا وصفيت ورحت سفره طويله انا كرمال تنشتري طلعت طلعت قصه بتضيع تضيع بتضييع وقت ضيعونا ليش اقول لك في خبرات لازم يعرفوها غيرنا شو صار معنا ممنوع ما خلونا يعني الـ الـ حتى, حتى عم بيساعدوكم الامريكان بدهم ايانا نجيب سلاح شرقي شرقي؟ ايه يعني روسي ايه غريب ايه هن, هن برا وهن ظلموا اللي كن عم بيشتغلوا عنا مم. بشغلونا بين هون وهونيك بس انه حرب لبينما اكتشفنا بنعرف نعرف اخذت وقت نحن ما عملنا عاملين دورات مخابرات ولا عنا اجهزه تخبرنا ناس طلعنا من طلعنا من هال من هالجو اللي نحن طلعنا فيه طلعنا من 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 من, من اكاذيب ليوم الاكاذيب نهار بدك حلقه عن الاكاذيب نعمل لك حلقه عن الاكاذيب طيب بدي احكي عن الشهيد ويليام حاوي نعم أه انت يمكن ما عندك المعلومه المضبوطه لان صار اخذوا جدل طويل بهالقصة خبرنا أنا من وقت كنت بالكتائب كان في عندي علاقة كتير جيدة مع ويليام حاوي أوكي ويليام حاوي بس من هو كمان ويليام حاوي نقول للشباب آه من أوائل الكتائبيين اللي مشوا مع بير جميل من أول أيام عضو مكتب سياسي مسؤول عن الشؤون الشبابية بقولوا كان هو كمان أول رئيس لحزب القوات لا 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 مش هيك؟ لا أوكي أوكي ولا له علاقة بالقوات ما كان له علاقة أوكي هو كتائب صلب من يمكن الوحيد اللي بعرفه بحياتي اللي ما بيعرف شو كلمة خوف شو معناتها ما بتعني له ما هيدي خوف وحذر ما بيعرف وبذكر انه مرة وقت صارت اول مشكلة بال 69 70 عالكو حالي وقواص وكذا نزع على الارض والرصاص نزل دير مدار وصار يوزع الشباب اطلع انت هون عرفت طلعت لعنده على البيت قلت له اترك وظيفتك بالكتائب انك كوزير دفاع مثلا ومل ومول بدك اياه لانه بكره اذا انت بدك تقتل العملية واذا قتلت بيقولوا قتلنا اهم واحد بالكتائب يا اخي اهم واحد عند الفريق تبعنا بعرضك اتركه ما بيقبل كل امره كان يبقى حاطط على سيارته البيجو آه، رمز الكتائب ورقم خمسة على الإزاز يكون في مظاهرة ضد الكتائب يروح يروح بسيارته يشوف المظاهرة شو فيه ويرجع جريء بشكل ويليام حاول ما بينتصور مم. بيجي نهار أنا بروح ب... آه، كان في علاقة كمان مع الله يرحمه الباش مارون مارون خوري بالحرب شفت منه كتير اشياء منيحة وحبيته عم نحكي وجبنا سيرة ويليام حاوي قال لي يا خي بيجي لعندي ويليام حاول. ومالك التل له قال له بدي شوف شو في على الخط قال لي بعت واحد من الشباب عندي روح مع الخويجة فرجي الجبهه وني قال لي راح الشاب ساعه زمان ورجع مش ساعه لا راح راح وقت ورجع قال له هذا الختيار اللي بعته معي قتل قال له ربك عرب ختيار لك هذا ولعب حاوي قال له ما قلت لي منو قلت لي الخواجه اخذت الخويجة معي من شهر ونص من التاريخ شهر ونص تمام قاعدين هون بسن الفيل مم. ومعنا الله يرحمه بول فارس العميد بول فارس قاعد بالجيش عم نحكي لحظه من شهر ونص إيه؟ توفى هلأ؟ إيه توفى هو مرته هلا؟ إيه يعني؟ إيه. اه اوكي انا بول بعرفه من, من عمر يعني وخيو كودانس كان معنا بالتنظيم والى اخره يعني في علاقه هيك عاطفيه وحلوه اوكي عم نحكي جبنا سيرة وقال لي واقف 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 ما حدا يحكي. قلت له انا كنت انا وليام حاول. انا فرخ وصغير وسريع ازمط هو همته ثقيله صابوا للنص هالقد ما تحكيني اكثر. ما كان مع الشيخ بشير؟ بشير ما دعس بالمنطقه من اول معركه تل الزعتر لاخر نهار ما دعس. هاي الخبريات بصيروا يخبروا ناس لا ما له علاقه وشو بدي بالكل بركي كلهم في كذب انا شيره الباش اهم شيء عندي. البشمرون ما بحب الكتيب ما كتيبه اصله قتلوي تيجي يقول لك هالشهاده هيدي, هيدي الأزبط يعني كان بحب يلبسها الكتيب ما مم. مم. بس هو رجال رجال ما بيكذب ايه ما لبس الكتيب انا قلت له اياها ببيته لوليام حاوي بدك تقتل هيك بتقول له في خطر ويليام حاوي ما بيطل من الطاقه بيطل من فوق فوق هيك انه كان معتقد مره انا علق علقت هون آآ آآ قبل آآ يعني قبل ما 75 ما كان كل مدّي يصير مشكل بين تل الزعتر والاهالي مره يمكن سنه الأربع 74 كان عركه كبيره بطل بلاقي ويليام هون قلت له لهون؟ قال لي انا مختلف انا وياهم بالمكتب السياسي بس الشعب شو عرفه؟ بفتقر بيقولوا مكتب السياسي بيقعدوا بالمكتب ما بيطلوا لا بدي نزل على الارض لو بدي موت هذا من نوع هذا واللي حاول أوكي. من النوع اللي, اللي بيخاطر للاخر الاخر وانا قلت له اياها وكنت عارف انه بده يقتل هيك من كتر استه... الاندفاع لا استهزاءه آه. يعني ما كان ما كان حيسب سيد الخطر مم. ما بيجوز ما بيجوز اوكي آه وعيب نجي نلبس آه ناس خبريه بعد حكينا عن قصه آه اهدين قلنا بشير له بهدين ما وليش ما نقول ما. الحقيقه بدنا نقولها ما عندي بالنسبه لي ما عندي اقرب الي من الحقيقه صح بيزعلوا بيرضوا ما بيهمني مين يزعل بيرضي مش عم بعمل سياسه ولا انتخابات لا بدي حدا يصوت لي ولا بدي حدا يزقف <applause> هلا ما وصل هلا ايه ما بدي حدا يصوت لي انا ابن قضيه بدي بدي اشهد وبدي اعلم الناس الحقيقه <applause> ما بدنا نعلمهم خبرية كذب صحيح 100% عمري مش هيك انا حبيت احكي, إيه أحكي عنها عن القصة في خبريات كذب طالعة بت... بتا... او مش لما نقول كذب كل واحد كيف بت... وصلت بت... له بت... بتعورها بيناتنا بصير بصير ما بسير... 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 نشوف الا الكذبة ما نشوف الصح وانو صح آه؟ من الاشياء كمان صايرة آه؟ مجزرة الصفراء آه؟ حضرتك حاطط بالكتاب انه رحت عند بشير وحكيته كلام قاسي من بعد ما صارت ايه خبرنا عن هيدي كمان بس كمان باختصار عن عندنا بعد كثير مواضيع اوكي أه نحن وقت صارت صارت 7 تموز الصفراء بقى الاخطاء على الفريقين قد بعضهم هون وهونيك بس فريق الاحرار بيقتل ذات الخطا مثل ما فريق, فريق الاحرار في اشياء مش عم بيقبلوا انه صارت عندهم مم. انا معي خبرة اوكي انا معي خبرة هي اللي ورطت توصلت لهون هالشيء ما صار فجأة مم. صار في اشياء تحضيرات آه، ناس عارفه ناس مش عارفه وصلنا لهون ونهارا عملوا جهد هاي ليسحبوا آه، داني شامون ما يكون بال، بال، بالعركه صح وطلع طلع فقره مش طلع بعثوا له ست آه، لينا الياس تمت سحبته بامر مهم تما ما يكون بالجريمه تنحكي هيك وهيك وال، والاحرار ما كانوا انضباطيين كفاية يقدروا يتصرفوا هلا اللي عملوه الكتاب كان جريمة ما بتنحمل بالصفرة ما في شيء ببرر شو ما صار يصير انا تقتيل الناس هيك تنقتلهم على عالبسين لا لا لا, لا 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 هيدي هيدي ما, ما في شيء ببرر انما الحق على الفريقين في فريق مش عارف شو عم بيصير عنده في فريق كان عارف شو عم بيصير عند ايديك م. وقت وصلنا عند بشير إيه وقت اللي عمل هيك بشير قام صار بده يزور الاربع ثلاث فرق تتأسس بتتاسس الاول قال بدي اجي لعندكم قال له فشر ما بتيجي لعنا بدنا نيجي لعندك نسبك بمكتبك لانه جيت لعنا ما فينا نسبك نزلنا وسبيناه بالمكتب قلنا له كيف تعمل هيك؟ قال لي ما تخزني فلان 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 وخيك عن خي كان بدهم يطرقوني قبل ما يطرقوني طرقتهم خيك كان احرار؟ تركنا وعمل احرار من بعد بعد, بعد اه اوكي اه. لانه قلبه عليه هن وقتل بال لا لا نشكر آه. الله نشكر أوكي. الله كتر خير الله بعده طيب اي أيه. وخيي وبشير مدربين سوا انا مدربهم سوا امم إيه. فبوجهه نظر بشير انه عمل عمل استباقه بشير ايه لانه وصل له الاخبار وصل له الاخبار من اكثر من مصدر انه عم بيحضروا بده يضربوك بدل ما يكون الضربه محدوده كلف فيها اليحبا يلي طاح بالشوار خلينا نحكي الامور على قد ما هي آه ليش طاح بالشوار؟ لانه طابه هيك اليحبا مش انه مش لانه عنده حساب يعني طريقته طريقته هيك وبرضه وإلي حبايقة كان جريء لك أنا عملت الشغلة كمان هيك وصايرة معي مشاكل كتير مرة سبيته بمكتبه صحيح أنا في بالمونية بالصداقة ايه وقال لي, قال لي انا عملتها الشغله بيقول لك انا عملتها ما, بيقول لا مجزره إيه الصفراء اللي صار فيها صارت مجزره مش قتال وهيدي انا برفضها لو قتال تقتلوا طوقوا بعضهم كمشوا بعضهم اوكي مش الحال بس صار في تصفي والتصفي هيدي صح هيدي ما, في له في فرق بين ناس عم يتقتلوا ما في ما في انا عم انا مثل ما عم يا بده يقتلني يا بدي اقتل اكيد ما في يعيرني واحد يقول لا انت قتلت فرق بيعيرني اذا رحت بعت قتلت واحد يعني مش عامل سلاح هذا اللي صار بمزار قلت قتلوا ناس مش عاملين سلاح صح هيدا وهيدي هاي الجريمة هاي, جريمة. هاي الجريمة, المرفوضة مم. من النقاط كمان كتبها هو الاربع نقاط قصة اهدن انه طلعت الزيت قصة سفرة انه ما قبلت تيجي الشيخ بشير لعندك انت رحت لعنده وسمعته كلام قاسي النقطة آه الثالثة انه رشحت بشير جميل لرئيس الجمهورية ده. والنقطة الرابعة انه رشحت العماد عون م. لرئيس الجمهورية خلينا نحكي عن الشيخ بشير رح نوصل للعماد عون ب وقت وقت اول شيء وقت نحن التنظيم بلشنا بس انت كنت من محبي الشيخ بشير بتحبه الخدمة انا مدربه مثل ابني فيك تدربه يطلع. لا 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 كنت تحبه. <applause> لا لا كنت احبه لانه كان عنده يعني بردو بتعيش شخص بتحس مرات م. ما لنا إله نحن بشر عندنا كلنا أخطاء أكيد, 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 أكيد بس حسيت في صفات نبل وصفات رجولة حكيت معه وحبيته و... وضليت دائما أنا وياه قول اللي بدي قوله مثل ما هو ما في مرة لا سيارته بشي ولا هو سيرني وكان وكان في احترام بيني بيني وبينه ويضل نكت مره وقت صار قائد القوات عم بيعمل ريسبسيون ب ببيت مري وصلت انا سالم عليه قال لي الشيف عباد كان معود لي الشيف عباد قلت له كيفك سيدنا سيدنا يعني كلمة على بعضنا قال لي بلعت عرضه قلت له انت اسكت كمل <applause> لانه هيدي كنا نكره انه كلمة سيدنا ما بنقولها نحن <applause> نرفض انه الجيش بيقولوا سيدنا نقول لا سيدنا الله ما بنقول سيدنا اوكي <applause> <applause> بون آه بحبه لبشير نعم وإلي و... تعب عليه وشايف حالي اني بحبه وبعرف انه بشير بطل ما حدا يحكيني بشير بطل داني شامون بطل وسوبر بطل <applause> وبعرف عنه اشياء بتكبرك للسماء في نبل سياسي عند داني شمعون مش موجود عند حدا <applause> بعكس غيره مش الحال الى اخره هون نحن وقت انطلقنا بالتنظيم قلنا للناس نحن مش البطل المخلص نحن جايين مثل ما بعيد الشبه مثل ما ماريو يوحنا الى عدو الطريق يوحنا المعمدين اي بعيد الشبه نحن عم نعدي طريق لواحد ما بنعرف منه برز بشير قلنا فليكن بشير وكتبنا وقتها بين قلنا فليستلم الحكم لمين؟ انه لمين لمين قلتوا؟ من لمين كنتوا عم تقولوا؟ ما انتوا كنتوا مسيطرين على لا لا عملنا بيان للكل انه بدنا بشير يعمل رئيس جمهوريه اه اوكي ايه هيك كتنظيم ما... كقوات كتنظيم, كتنظيم كتنظيم بال... بالقوات ايه بس كتنظيم عملتوا البيان ايه كتنظيم كقوات يعني. اكيد بدهم يرشحوا بشير كتنظيم نحن ايه؟ نحن التنظيم نحن الموجودين بالقوات بنعمل لنا موقفنا بدون ما حدا يطلب منا انتبه ما حدا طلب منا اوكي هيدي نحن هيك قلناها مم. مثل ما هي الجنرال عون بدي احكي عنه هلا بالتفاصيل يعني كيف تعرفت عليه اول شيء؟ خبرتني من خلال من خلال العميد جورج هبايا كان وقتها بعده برتبه رائد اوكي بقى قلت انا شو بدي اعمل حتى ما شو هاي وقتها صار اللي لعب عليك وما بدش شق صفوفنا نحن بنص المعركه قلت بزيح على جنب وبعدين بعرف انا شو شو رديت الشباب علي م. وضغطوا الشباب ترجعنا بدهم بدهم معودين علي انه كيف كل شيء قبلوا فيه ما عدا هالشغله لانه التنشئه اللي عملتها تركت رابط بيني وبينه صحيح رابط محبه بيجي نهار قاعد عنده بيقول لي الرائد حبايا كان العميد كان رائد وقتها قال لي بدي اعرفك على ضابط مهم مين؟ قال لي ماشي رحنا فات طرق له تحيه كان الجنرال برتبة مقدم جورج هبايا برتبة رائد اوكي اي سنه هاي؟ 76 76 اوكي ب نيسان فات له سيدي بعرفك على عمل أفشين طويل اوكي فل عدنا خمس دقايق طلع بالخرايط ما يحكي معي ما يحكي شيء وانا معود شوف الضباط يجوا يعملوا لي هيك شوف انه نحن انا نجوم على كتفنا طيب هذا حاطط نجوم ما بيحكي خمس دقايق سبع دقايق ما حكي شيء انا معي قمت فلت من عنده وصلت لعند جورج قلت له جورج قال لي قلت له مين هذا البلوم اللي عرفنا له هونيك قال لي اي بلوم قلت له هذا من بيت عون قال لي شي مره كذبت عليك بحياتي قلت له لا قال لي مش مخلف النسوان رجال مثله هذا الجيش مش جاي مثله بجيش لبنان مش جاي مثله الا هو وبلش يخبرني قال هذا ضابط عنفواني كرامه الى اخره هذا ضابط فرضت مجموعته انسحب صحاب انسحبناه بالهليكوبتر لا بيقعد بالبيت ولا بينضم لميليشيا واجى لز علينا بوزاره بال بال الدفاع ما له حق يقعد بالاخر من كثر ما لز علي جبرت اعطيني غرفه ورحت سرقت له كرسي تستقبل ضيف ولا بدي له كرسي ثاني تسير يستقبل ضيفين هيك قال لي قال لي هيدا مجروح الكرامة اه مجروح الكرامة ما انا ابن ابن لبنان ابن الضيع مش مش ابن المدينة انا ابن الضيعة صرت كل يوم اطلع وزردي في امره كيف الكولونيل الحمد لله خمسة دقائق اورفار احترام نهار بعدني عم فوت لعنده فايت لعنده شاب من الاحرار سرياني كان رئيب او رئيب اول بالجيش كنت قاعد او تارك الجيش وهذا شاب نيحته ميكلانج من اجمل شباب شفتهم بحياتي ان شاء الله يكون بعده طيب يسمعني ويحكيني في طرق له تحيه الا العسكري الالماني سيدي بيقول لك فخامه الرئيس اوصف ما بعرف وين مين فخامه الرئيس؟ هو منين جاي؟ من الاحرار اوكي مين فخامه الرئيس؟ كم شمعون اه بس ما كان هو رئيس جمهوريه لا بس لا, لا ابو فخامه الرئيس اوكي لا فكرت انه رئيس جمهوريه كان هيدا فخيمة الرئيس طلع في هيك بكل قال له شو نوع الهدف؟ ما بعرف كم أزيفة بدك تقذف؟ ما بعرف كم أزيفة عندك بالديبو؟ ما بعرف شو العمليه بدكم تعملوا؟ ما بعرف 20 سؤال ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف قال له سلم لي الرئيس وقال له انا ضابط مدفعيه مش مدفعية اذا مش عاجبه يخدم دافعوا عني طرق تحيه وفل كيف بين بيحكي قال شو القصه؟ قال لي القصه كذا وكذا وكذا واذا كان رئيس شامون ورئيس الجبهه اللبنانيه وكلها انا ضابط محترف انا مش متفاجئ طلع بالي يعني. ما بقوس بدون يعني بدون سبب بده يكون في في فايده قام عمل لي محاضره عسكريه عن الاقتصاد العسكري قلت يا ريت سجلتها شغلي حلو هلا بعرف قسم منها بس لا ما بعرفها لا بالتسلسل المنطقي اللي عرض علي ولا ولا بكاملها شغله حلوه خلصنا خلصها ابو 20 دقيقه رن التليفون بيطلع رئيس شمو انا قاعد في مكتب بيني وبينه بس هو قاعد ورا المكتب انا قاعد قدام المكتب انا الضيف احترامي فخيمة الرئيس ورجع عدله العشرين سؤال بنفس التراتبية وبنفس اللهجة واحد اثنين ثلاثة أربعة بنفس اللهجة دايما كأنه عم يحكي مع مع الشاب العسكري نفر اللي جاب شوي بالاخر بيقول له فخامة الرئيس انا ضابط مدفعية مش مدفعج اذا مش عاجبك خذ مدافعك عني سكر الخط انا طرد 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 ما بعرف شو عت المينيموم اللي فيه اقعدوا تم اظهر اوام وظهرت من فرط طابق كان كان مكتب حبيقه يعني فرطة طابق وصلت لعند الرائد جورج حبيقه قعد ورا مكتب ولفيت هيك وبستو برا ما هيك صار بيدو اسم اسمه الصليب شو في؟ قلت له جورج معك حق ها هذا الصغير اللي لقيتنا عليه هونيك قال لي مين؟ قلت له من بيت عون قال لي قلت له معك حق صنين ما بيوصل لكتفه قال لي ليش؟ قلت له هيك هذا اللي وقف بوجه ما بين ما بين على العسكري وقف بوجه اهم زعيم سياسي بالمنطقه اللي اسمه الرئيس شامون بشخصيته بقوته وما قبل يزيح عن عن ال عن المنطقة وعن الإنون عن الاصول هذا رجال كبير هذا الشيء شخص مهم وهون كبرت عليها هون اكتشفت عظمه انسان مش عادي تمسكوا بالمبادئ ما بيحيد عنها بكل شيء بيعملوا عسكريا بدك اياه في مبدا مبد وقياس وهون بدي خبرك خبرية ثانية عليها صار رئيس وزارة نهار قاعدين الله يرحمه الشيخ انت من هيدي من وقتها بلشت علاقتك معه وصارت تقوى الله يرحمه الشيخ اسعد جيرمانوس كان مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية بيخبرنا انه مرة صار مشكلة ما بعرف القصة اضطر يروح على قيلة موقع الجنوب بصيدا خلصوا القصة بعد ما خلصوا القصة عم بيحكوا بيقول له قائد الموقع الجنوب قال له يا خي بس عندنا هالضباط كل ضابط بيعمل لك مشكل شكل قال له شو في قال له عندنا انا هون ضابط صغير عون اجى الامر انه يفوت الضباط يظهروا من السكن ويفوتوا ما بيقبل يلبس بدلته يعني يحمي حاله ما بيقبل قال له ابعث لي ورا شيخ اسعد عم بيحكي مش انا بعت ورا انه اسعد اكبر منه بالعمر وقاضي كبير والى قال له يا ابني ليش عم تعمل هيك؟ قال له يا حضره القاضي أيه هو اهم القانون او القرار؟ قال له القانون قال له القانون بيقول ان البس بدله قال له ايه بس تتعرض للموت قال له انا شو شغلتي؟ ما انا عملت ظابط عملت عسكري تلعب انا والموت <تكلم> انا عملت عسكري تلعب انا والموت وما كان يقبل الا ما يفوت على السكن يظهر فرق ببدلته وفرده معه ما كان يلبس قال لي, قال لي سكتني موقف مبدا قانوني اكيد الإنون اهم من القرار <applause> شو كان دور الجنرال عون ما بعرف اذا كان له دور بمعركه تل الزعتر نحن <applause> وقت قررنا يعني قلت لك انه نحن بالتنظيم كان عندنا عائلة تل يعني هذا هيجسنا كيف نخلص منه بالفعل لانه هو كان يعطلنا ميات الشباب ويعطل طرق مواصلات مهمه يعني مش بقى لوحده امتداداته دي كان ممتد على النبعه ممتد على جست الباشا على, على الكامب الابيض على غيره هودي كانوا كانوا بيحرزوا بنقوم بنعمل اتصال اذا مش غلطان مع جول بستاني قائد الشعب الثاني قلنا له بدنا, نفو... بدنا نعمل عملية على تل الزعتر وإذا إذا جبنا واحد من الكتائب بيزعلوا الأحرار، إذا جبنا من الأحرار بيزعلوا الكتائب، إذا جبناه من التنظيم بيزعلوا الحراس. بدنا ضابط من الجيش ما يكون يخص حدا، ما يكون أح... حدا حدا يربح المعركة السياسية. دلنا على ميشيل عون. رحنا حكينا مع ميشيل عون. قال إيه بس بتقاتلوا بعلم لبناني عالم حزبيه ما بيقبل هذا الشر وعمل خطته و... وصار سبب مع مع الشيخ امين جميل انه منطقته مش منطقته قصص من هالنوع حضرنا حالنا بدنا نقدر حكينا مع بشير خي بدنا نعمل معركه الزعتر قال انا عندي معركه الاسواق وقوية علي ما في ساعدكم فيكم تعملوها بلاي يعملوها ما فيكم ما تتكلوا علي طروني ما تتكلوا علي أنا بدي أخلص من أسوأ بالرغم من ذلك بعت مرتين ثلاثة جروب بيتي يومين ثلاثة وفلوا منهم جروب مرة برئاسة الله يرحمه مسعود الأشعر واستشهد معه شابين لمسعود بتل الزعتر ونهار المعركة نحن كنا نصمد اشياء ما حدا يعرفها واكتر شيء نصمد زخير نخبيها حتى عن رفقتنا سبب ما بدنا حدا يحس شو عنا اقول أه وقت لما عملنا معركه تل الزعتر تولى رئيس شمعون التغطيه السياسيه وتامين الذخيره من اسرائيل. م. وشبابه اكيد شبابه الناس نزلوا قتلوا داني راس الشباب بس هو الغطا اللي بدك الغطا الكبير السياسي أه الجنرال قاد المعركة وبذكر مرة بطلع انا عم شق عليهم المعركة بلاقي الجنرال عامل ايده هيك على الطاولة غافي وانا بعرفه بنام ثلاث اربع ساعات بالليلة مش اكتر يعني بيجي عسكري بيقول له سيدنا نعم بيقول له محل فلانه في عندهم نقطه في دقيقه اعطيني الجهاز اعطي تيجي طول 155 لك اجيفتين على النقطه الفلانيه وغفي ورجع غفي معطوا اجيفتين وكملت شوي بفوت الرئيس شمون بيقول له الجنرال بيقول له بدنا نقول جنرال شو نعمل؟ قال له بدنا ازيف 155 معنا. قالوا ما عندنا قال له ما في بعتلكم لكم اليوم بعثت لكم ما بعتلكم لكم ايش؟ يا عبدو شو في عنا قال له في عندنا 25 ازيفه تحت الدرج قال له تعرف بتعرف قديش وحده النار للمدفع؟ تيضر 100 طلقه اقل شيء هيدي اصغر وحده نار بتطلع معه 100 طلقه في ثلاث مدافع يعني 300 طلقه ما فيهم ازيف بعثوا لهم 25 25 ازيفه لثلاث مدافع اللي ما عندها نهار تتبيعنا مقطوعين عرفت كيف؟ نهار مقطوعين مش مقطوعين ما يعني ما بدهم بدهم ايانا نستمر بالحرب ما بدهم يانا نحسن م. عرفت كيف؟ هيدا هون هون الدور الاساسي بالاخر هو اقترح علينا اتركوا لهم ممر يهربوا قال لهم لانه رح يستشرفوا ويقتلوا خليهم يهربوا متى ما هربوا بينزلوا هنا القصه وهيك وهيك صارت نهيناها وانتهيت ما كان يجيكم سلاح من سوريا؟ لا ابدا اجى اللي اجى سلاح اللي اجى من اسرائيل هو المصادرات اللي مصادرينها من مصر ويمكن من سوريا بس اكثر بنشوفه صناعه مم. مصريه مم. خرطوش أزيف،, أزيف مكتوبه لهم صناعه مصريه هلا كانوا بيناتهم إجا شي كميه انه يعني كمان اخذوا جولين ايه لا بس عم بحكي من سوريا ك نحنا؟ سوري نحنا ايه لا مش اه قيل انتبه انتبه قالوا انه عطيوه قالوا وما ما بقدر اجزمها انه عطيوه لامين جميل كاميونين بعدين كاميونين سلاح مقابل انه خلص بلال تبع الصاعقه من من تل الزعتر نعم اوكي ايه خبريه ما في انا ما في لا اجزم ولا ولا اكد هاي الخبريات في كثير اخبار منها صحيح من لا. الاخبار بيقولوا كان في تنسيق بين الشيخ امين وبين الفلسطينيه الزعتر مش مش لهالدرجه يعني وقت كانوا عارفين لا لا انه رح تعملوا الهجوم وحاضرين حالهم لا 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 الخبر خطا كل اللي صار نحن الساعة اللي انطلقنا الساعة السفر عم نقصف شباب تابعين للشيخ امين بالمنصورية وقفوا الهجوم وقفوا ما فينا نقوص بعضنا مم. صار فيني إيش طويل عريض افقدنا عنصر المفاجاه ما عش عندنا ازيف نكمل الاصل هيدا الضرر كان مش انه لا 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 اخبار الناس بتصير تزيد تحط بهار وقرفه مش هيك لانه بيعتبر كان شيخ امين انه هاي المنطقه منطقتي وانا اللي بقرر فيها مم. هي منطقته هي بس هاي القصة على على مستوى كل القضية مم. مش على مستوى هو هو طلبوا منه السوريين انه خلصنا بلال يمكن لو انطلبت من غيره كم يمكن كان عملها كان, 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 كان انه كمان دولة عم تطلب منك بتمرق لهيك له شغلة بس مش معناتها مقابل اشي لا لا مم. هيدا ما, ما, نقعد نركب أخبار على بعضنا مش مزبوطة اوكي آه اي متى بطلت قوات لبنانيه؟ مش انا ما بطلت بطلوا هن انا ما بطلت قوات لبنانيه فرضت القوات اللبنانيه، النهار اللي عملوا اول انتفاضه عملها آه إليح حبيقه سمير جعجع على أخبرت. على القياده خلصت القوات القوات هي لقاء بين اربع قوى ما في مش انا مش على وهذا اللقاء هو هو اللي هو الاساس يعني بالعمليه والبرهان نحن وقت تاسست القوات كان في اتفاق ثابت انه بيكون القياده للكتائب كونها هي الاكبر الاقوى صح مقابل القياده السياسيه للجبهه اللبنانيه للرئيس آه. شامون مزبوط ولا لا؟ صح بس هون كمان كان الرئيس شامون عن استحقاق انه هو الاقوى سياسيا والكتائب بالميل الثاني عن انضباط وعديد وتنظيم هن هن الاقوى بقى هيدي يعني يعني هيدي كانت كيني كانت هيك لأن, لان هي هي هيك هيدي الصوره هذا البلاك اللي وزعوا هلا بحطها انا عندي عند اللي بعثت لي انت النسخه ايه ايه اه وزعوا بشير في منها وقت بدك بنفرجيك النسخ بعد في شباب عندهم نسخ منها هذا كان لوجو تبع القوات الأربعة الأربعة الشعارات وسميناها بشير جميل حق المشروع القوات مش ملك بشير لا هذا خطأ تاريخي دعاية غير شيء هلا كونه هو القائد وطحيش ونائب القائد لازم يكون من الأحرار على طول كان القائد من الكتاب نائب القائد من الأحرار مين كان نائب قائد بشير؟ أه، أول فترة كان المرحوم داني بعدين انسحب حط إلي أه أسود أوكي ضل الي اسود لحد ايام الي حبايقه بايام الي حبايقه صار انقلاب وقتها كان يمثلنا نحن ابو روي جوا عم بيقول شو بعملت له خليك جوا لانه الشباب هيئته مش مش قاشعين قدامه بدهم يقتلوا بعضهم بلاش يقتلونا خلينا نوقف على جنب نضل ندخل مصلحين بيننا وبينهم هيدي هي القصه هي اللي صار كيف تشوف القوات هلا؟ مش قوات هم هم مش قوات هودي سمجعية هودي ناس تابعين لشخص اسمه سمير جعجع اوكي حر, حر, حر حرين يكونوا ما انا ما عندي مشكلة بس ما لهم حق لا يحكوا بتاريخ القوات ولا يحكوا وين, وين مين عطي صلاحية يبيع سلاح القوات وبقداش نبيع وين المصريات سو كان قائد القوات ولو كان قائد القوات مش ما بيملكها القوات مش ملك مش ملك القائد ليش شو كنا اربعه جوا أربعة فرقاء كل الوقت؟ لا ليش مش ثلاثه مش اثنين مش فريق واحد؟ لا وليش دائما بده يكون نائب رئيس من الاحرار؟ لا ما هذا الاتفاق اللي انعمل على اساسه اتفقنا هيك هيك نشتغل واشتغلنا هيك اوكي بشير شخصيته طحيش اللي بدك اياه اوكي هذا موضوع تاني برز ايه وبرز لانه بيستحق مش لانه ما بيستحق وبرز لانه طاحش ايه طاحش مزبوط ايه انت خليت لويت خليت لويت من بعد معركه تل الزعتر ورد كلهم لمسوا انه ضروري نكون مع بعضنا لانه قديش بتوفر علينا جهد وهون وهون اندمجنا ببعضنا الاربعه اللي قبلوا كنا اول شيء عم نحكي اذا بفوت معنا رئيس فرنجي ما قبل يفوت الى اخره غيره بقينا هالاربعه انه هالاربعه بنبلش ومنشتغل لا اكثر ولا اقل اكيد اكثر الكوادر طلعوا من من الكتاب لانه الكتاب هن عندهم اكثر كوادر جاهزين مش, مش 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 لاي سبب ثاني مش لانه مجرد بشير لانه كمان الكوادر اللي اللي جاهزه او مؤهله عند الكتاب اكثر من عند غيرها هيدي انت كنت تعرفه سمير جعجع؟ تعرفت عليه على الطريق ايام ايام يعني؟ تعرفت عليه ب بي... بايام اللي تولى قبل ما كان فؤاد ابو نادر رئيس اركان وبعدين صار قائد قوات بهديك الفتره اوكي خبرتني خبريه عن تفجير سيدة ال النجاة أه؟ خبرني اياها خي هذا كان نهار احد كنا عم نحضر جناز بكنيسة مارليس انطليز جناز المرحوم خليل ابو جوده <applause> بيجينا خبر انه صار في انفجار بكنيسه بننسحب من بنروح على بيت الله يرحمه فادي ابو جوده بيغمزنا فادي انه تعالوا شربوا قهوه عندي نحن واقفين يمرق المخابرات بين اجرائك تحت صباطك خرف ظهر ما بدنا نحكي ما في رحنا قعدنا هونيك بس قعدنا في قسم من الشباب قال هيدي الشغل سمير جعجع قلت لهم يا شباب مش شغلهم بلا شغله قمت ضربت ايدي على الطاوله بانفعال قلت لهم بيعمل اوسخ منها بس هي مش شغله لكن توسع طريقة عمله ما, ما بتطبق بالكامل هون لأنه هيدي في المنطقة فيها ناس من عندهم من بشرى جوا إذا أنا عرفت إنه هو عملها بشري بياخذوا بيطارهم منه مم. شو بيعملها؟ هي عملها حدا غيره بالاكتر عاملين ناس بخصوص سوريين بعقيد وقت علقنا العلقة نحن وياهم انا والشباب انه لا ما تقولوا هيك قال إيه طيب لازم حدا ينط على باريس قلت حدا ينط باريس قال إيه لا بدك تنط انت خي ما معي مصاري طيب هيدي مصاري ولا التيكت اعطوني بوب طلعنا وصلنا على باريس كانوا عرفوا انه انا واصل فت على اوت ميزون عم بفتح الباب على اوت ميزون يعني عند الجنرال عنده الجنرال ما كملت الجنرال إيه. على الباب قبل ما يقول لي مرحبا ما يقول لي قال لي شيء عم مت... عم بمد ايدي قال لي هلا مش وقت الشماتة قلت له مش ناطرك اخذت قراري قبل قول لفلان وفلان يسدوا بوسون <applause> قال لي ما بعطي حجه لحدا شوي بعد ما قعدنا نهار نهارين قال لي فيك تطول هون شوي قلت له بدي فل قلت, قلت له انا بدي قال لي امتى بدي قلت له بعد يومين ثلاثه قال لي فيك تبقى يومين ثلاثه زياده قلت له خير قال لي يمكن يوقفوا سمير جعجع بدي اقول لك شو في قبل ما تنزل قلت له اوكي طولت ما ضل معي مصاري خي موجود بفرنسا قلت له اعطيني قرشين تصرفتهم في شيء قال لي لا انه مشي وقال لي انا ما بعطي ما بعطي الكارت للسوري ما بعطيهم كارت للسوري هيدا ع... الموقف يعني اوكي طيب بدي اسالك بعد عن داني شمعون حكيت عن داني شمعون شهيد داني شمعون قلت عنه إذا بدك جدع يعني من آه مين برأيك قتل داني شامون وليش قتل داني شامون؟ آه آه تيرميناتور قتله آه يعني بردو سمير اكيده؟ آه. ليش؟ آه عقله طريق طريقة عقله تركيبة عقله لسمير بيعتبر انه كل ما فرغ الساحة بيقعد حاله ما حدا بيقعده. بيقعد بيقعد حاله بامور وبصير يخبرها مثل كانه هيدا في اتفاق على عمل ورقه اتفاق هو والتيار الوطني الحر مزبوط ولا لا؟ صح صار يحكي انه حصتي ما طلعت لي خي حستك حصتك مكتوبه شيء هون؟ ليش مش كاتبينها لو لأ متفقين عليها؟ بيقعد حاله باشياء انت مش ما بتقعدوا فيها، بيقول هيك بدها يصير وقت اللي خاننا ومشي مع السوري ضدنا وقعد حاله انه بيقتل ميشيل عون هلا بالحرب وبنخلص من الكل بصفي انا الزعيم المسيحي الوحيد مم. دخلك آه كيف ضاينوا كيف ضاينوا القوات بالحرب مين آه مين آه مين قتلوا آه لليس آه زيك هاي معروفه مين مش سمير جعجع بلا مين قوص على فؤاد ابو نادر كان قتلوا مش سمير جعجع ليش ليش هو اثنين هو رفقته بالقتال طيب فض الساحه هودي لانهم كانوا خربطوا عليه خطه الانسحاب اللي عم اللي عملها بالشوف يلي الناس ما بتنتبه لها الناس ما بتنتبه لها شو, له. شو صار بالشوف تحديدا؟ عم عم بينحكى كثير عنا هيدي القصه يا خيي في كتاب انه كان في في كتاب صغير كتيب عملته ست ليناليس ليش ايه بتحكي فيه عن عن سبب عن اسباب الشوف وانه كيف اجى سمير جعجع عليها وعملت غلطه بتاريخها مش ما بتع... الوحيده وما بتعيدها انها راحت حكيت مع الاسرائيليه تي يضغطوا على الكتائب تيجيبوا سمير جعجع قائد منطقه الشوف تي يسجل بطوله ويربح ويستلم يد القوات. هذه مكتوبه توزعت بال... بالجرايد من سنه 2009 و2008 بهذيك الوقت يعني. اوكي. يعني عندنا اياها ما عندي اياها هون بس بجيب لك التاريخ لما ما بخليهم كل شيء عندي بالبيت يعني بقى كان فؤاد ابو نادر رئيس اركان بيتصلوا في بيقولوا صمود ونحن طالعين نلتقى فيك بنقطه معينه اكيد بش يفرحوا معهم كان الياس منصاب باجره طالع قاتل على راس شبابه وفؤاد منصاب بايده عم عم على راس شبابه طالعين تلتقوا هن وياه يحكوا يحكوا معه ما كان يحكي معه قبل ما يوصلوا بكيلومتر رد عليهم قالوا انا صرت بدير القمر ترك 40 شاب يندبحوا ب بحمدون وفل على دير القمر طلب منه؟ لا دخل بالدق هيك مش طلب منه وقت اللي اجتمع وتعشى هو وليد جملات وعلى التلفزيون موجود هذيك اليوم شفتوه على التلفزيون صحيح قالوا شو عملتوا؟ قالوا قعدنا نقرق على الحرب صحيح قرق عدم رفقاته؟ لو رفقاته ما بقرق عدمه من يتم كلف داخل بلعبة متعهد وعم بيقوم فيها ما, ما, ما ممكن تكون غير هيك ما ممكن تكون غير هيك. كيف ضاين كيف ضاين القوات بالتسعين اي قوات قوات سمير وين بالتسعين التسعين بشو يعني يعني بالحرب بالتحرير ما كانوا معصورين ما مع السوريين ما عم يجيبوا السلاح من اسرائيل من سوريا من سوريا وانا بعت ناس يصوروا ما قدروا يصوروا وقت ال... كيف كاميون كي كي جيش جي السوري بمنطقه البترون بدير كعبه بيجي بيجي كاميون القوات على كعبه بفضي بينقل و... الذخيره في قصه ذخيره كانت استاذنا انا بدي اكون هلا شوي هون اذا بدك محام شيطان بعدك عم لي كان في تنسيق هو الإسرائيلية بالشوف وهلأ عم لي هو كان عم تعمل مع السورية م. طب هو كان إسرائيلي أو كان سوري ما مين كان يتعمل شوفير التاكسي لك بيسألك أنت مينك أنت إذا طلعت معه هو بيشتغل الشغل بيشتغل الشغل ما عنده هم بيشتغل بك بكل بساطة بكل ممني وبيطلع خبريات وخبريات وخبريات قد ما فيك احضافي اذا فيك ونو المال اللي مبيع سلاح فيه اللي بيعدل بالأيلي مليارين دولار وين الشهداء القوات شو طلع لهم؟ الشهداء اللي استشهدوا معنا بالحرب سميلي ش... انا ما بعرف ولا شهيد انا بعرف بالايله بالايله ألف شهيد من اللي انا مدربهم ما شفتوا لا واحد أبو قرش وين المصريات؟ معمر فيهم معراب بركي معراب 10 15 مليون 20 مليون 25 مليون 50 مليون بعدين في 2000 مليون ونن مين محطوطين ووين وين بسمين عندك مع انه عندك معلومات عنه عم بسال وين مين بده يجاوب انا في ناس في ناس جاوبوني شو قالوا لك بيظهر انه حنا عتيق بيعرفوا إني بس ما بيقول كل شيء امم بتقلي هاي ايش بدي اسال انا صار عندنا هلا حلقه مع حناتي يلا <applause> عشو بيجي بيتفق معك بالنهار بيقلب بالليل نحن خيي 13 نيسان ما فاجئتنا فاجئتنا انها تاخرت بس كنا عم نصلي تاخر اكثر تيصير عندنا امكانيات نحن ننهي فيها هيدي 13 نيسان بس في عندنا اثنين 13 نيسان في 13 نيسان سنة 1635 نهار اللي استشهد الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير باسطنبول وقتلوا العثمانيين خنقوا كبوب البصور مم. هاي ذكرى ونحن بالتنظيم كل سنة كنا ب 13 نيسان نطلع نطلب اذن من وزاره الدفاع نطلع نحط بوكيت زهور على تمثال الامير فخر الدين ونقول هيدا كان يوم فرقتنا بدنا نيه يكون يوم وحدتنا كان يوم فرقتنا بدنا يي من خلال هالاحتفال يوم وحدتنا ونطلع رمزيا يعني سبعة ثمان عشر أشخاص لأنه هو بيرون ما فيك ما فيك تحشد على م. من وقت ما أجيت الكورونا وقفته بدك يعني بدك تحترم الأشياء ما ما عدنا عملنا إلى أن وصارت 13 سنة التاريخية هلأ مجرد كل جرته وراها ليش ركب ب 13 آه بايام الحرب ال 75 آه شو اسمه ال آه الفرون اسلامو بروجريسيست الجبهه الاسلاميه التقدميه وين تركب بالعالم؟ بشوف لي بالعالم جبهه تقدميه مع دين مش موجوده بمطرح ركبت بس, بس. ركبت ركب بس بلبنان شو معناتها؟ معناتها في ايد عم تلعب في ناس عم بتخطط عم تستفيد من 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 اشياء معينه وكل هؤلاء اللي وقفوا ضدنا بوقتها عملوا انه فكرة بشير جميل قتل لانه حبيب شرطوني كان ابو ضاير قتله وقت سمحت اسرائيل بقتله قتل بشير جميل لانه ما استسلمنا ما عمل زلمتها رفض قال له انا رئيس جمهوريه لبنان مش زلمتكم بنهاريا سيتغض النظر فكوا فكوا المراقبه عنه وانتهت هون ما بدنا نبرم ونخبر خبريات ما بعرف وين باي مطرح الدول بتتعامل معنا انه نحن مجرد مصفين عندها انه بقول لك اقعد اقعد وقف بتوقف لا نحن منا هيك كيف بس بدي اسالك كيف وين كنت كيف تقيت خبر مقتل الشيخ بشير؟ كنت بالاشرفيه بمركز التنظيم طلع الانفجار <applause> عرفت دغري انه مثلا ما أقول يكون بعد شيء ثلاث ربع ساعات عرفت كنا عم نسال نط الله يرحمه دور اه روي ابو روي راح لهونيك لانه ابو روي ابن المنطقه وبيعرف الشباب يعني مم. انا في ناس ما بيعرفوني بدي اقول من مين اسمي تيعرفوني أيه. هو بيوصل بيعرفوا انه فات فات بيناتهم اجى عم بخبط على سؤال عرفته من الخاتم اللي بايده مضبوط قصد كان في هليكوبتر بالاسرائيليه بال... بالفضاء لا لا هيدي لا طيب واجت الهليكوبتر حملته شو لا لا بس انه بقولوا كان في عم بيراقبوا او عم بيتاكدوا او ما بعرف في شيء يعني لا انا سمع يعني من ضباط بالجيش مش هيك عم لا يمكن السؤال. من بعد ما طلع الانفجار اجت الهليكوبتر شوف شو فيه اوكي لا لا مش عم نقول هي عملتها هيدي ما بقت مهمه لانه صار مم. انفجار ضمن منطقتهم المنطقه الامنيه تبعهم طلعوا شوفوا شو فيه هيدي اتركها مش هن مش عاملينها هن سمحوا فيها في فرق كبير بين عاملينها او سامحوا فيها <applause> لا اكثر ولا اقل ما ما كان مرعب عند ال... عند الاسرائيلي من ناحيه المخابرات <applause> واتعرف شو بيعملوا بيطير ب... راسك كنت اي المره سمعتك عم تحكي انه رفيق الحريري قدم له رشاوى للجنرال لا مش رشاوى لا, لا لا شو كان عندي صديق اسمه خالد شرتوني يساري كان ساكن هون يا ريت كل ال... كل اليمنية مثله قد ما في اخلاق كل اليسارية و... يا ريت كل آه ال... كل... <applause> كل, اليمنيين مثله <applause> انت قد ذاتي هيدا اوكي قد ما في اخلاق وفروسية <applause> نبل وهو رجل قلم وشعر قلت انا ويا على بنكتب سوا الى اخره و... و... ودائما قال له يشوف لي اللي انا بكتبهم كون هو استاذ ادب عربي وغيره بيقول لي مره في الفضل شلق قلت له مين الفضل شلق انا ما كنت اعرفه قال لي من قبل رفيق الحريري بدي يقعد يحكي معك قلت له ايه ملتقى شو زلمه اوكي التقينا مرحبا مرحبا نو لو قال لي مستر حريري تفضل سلام يقول مستر حريري مستر حريري بده يساعد الجيش اللبناني بده يبعث له مساعده اي سنه هي بس؟ تقريبا هيدي سنة يعني. ال 88 87 88 اوكي اخر 87 او 88 يمكن اوكي بهالمرحله قلت له ايه قال لي ب... فيك؟ قلت له علي انا بصله لل للجنرال قلت له جنرال القصه هيك 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 قال لي اترك علي قلت له تركت در الدهر يمشي ما ما شوي سالته شو في؟ قال لي مش الحال شو في؟ قال لي بيبعتوا لنا الف دولار كل شهر للجيش لا لا باسم قائد الجيش اه باسم قائد الجيش هو دخلها بحساب قائد الجيش وباسم باسم ميشيل عون دخلها بحساب قائد الجيش م. يلي بتوزع على كل الجيش وتوزع من اصغر من اصغر عسكري فات امبارح لقائد الجيش بنسبه معينه مساعده انما اللي ما عرفوه كلهم وما عرفوا حتى في الحرير ولا الامريكان انه ما كان يصرف كل المبلغ ميشيل عون كان يصرف تلتين ويخب التلت ليش؟ لانه عرف عمل حساب شو بده يعمل معه نوصل ل... لشهر أدار يمكن بوقفوا الحساب اه بيلتقى في الفضل شلا بيقول لي دخلك اذا كان وصلنا لاخر السنه وما في رئيس جمهوريه وفل امين جميل شو بيعمل الجنرال قائد الجيش؟ قلت <تقول> له فضل قال لي قلت له مطرح وما بجاوبك. دغري جنرال نعم قصه هيك هيك قال لي عيدا قلت له هيك جاوبته قال لي جواب مش رح ايه. قال لي جواب مهم قال لي برافو قلت له روح يلعبوا مع غيري ما بيلعبوا معي. هيدا هيدا عمل مخابراتي رفيق الحريري طالب من من فضل شلاء يجرب يجيب له الجواب نهار وقفوا ما عادش بعثوا له مصاري الجيش صار فضل سرقي يطلب يشوفني يشوفه مرتين ثلاثه بعدين تبعت انه تعرفت انه وقفوا المصاري عرفت يشوفني إنو انه يشوفني بده يشوف اذا بيتشكى انه له ميشيل عون ما اجى ميشيل عون نايم على المصريات ضل عم يصرف منهم تشتبك والسوريين وما حدا عرف شيء كان بده يعني ميشيل عون يكون من لا يجي يقول له خي وين صرت ما الشعب لنا مصاري شو بدك؟ <applause> هو كان عم كان مستمر بالدفع للجيش بدون <applause> ما يسالوا شو بدك اشياء كثيره غير هاي عملها الجنرال عون آه معه ومع غيره وقال لي كلمه قال لي هودي مش قلت له قلت آه له ليش ما بتشكر الحريري قال لي هو مش منه هودي من الملك فهد قلت له ايه قال لي الملك فهد حتى له صورته على مجله الجيش باخر صفحه قلت له لا قال لي الجيش اللبناني اغلى من نص مليون دولار بالشهر هلا قبلناهم لانه احنا عاوزين بس اذا بده يعطوا الجيش اللبناني لازم يعطوا شيء بيعرف هول الابطال بيستحقوا اكيد بيستحقوا ايه بقى هيدي هيدي وحده من, من الشغلات يلي ما قدروا هن يعني يمسكوا فيها طيب ما بينشبع يعني اذا بقعد بعد ساعتين وثلاثه واربعه اهلا وسهلا بدل هي اخر شيء ب 13 نيسان هالذكرى اللي هي هالاسبوع قطعت معنا <applause> 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 مش عارف شو بتعني لك بس تندم على اللي صار آه بتقول يا ريت ما صار يا ريت انحلت بغير طريقه غير حرب كنتوا عارفين رح تكبر هالقد ما بعرف يعني آه انت شو بدك تقول اولا ما في اقول لك شيء كنا عارفين شيء بده يصير ب 13 نيسان ب 30 نيسان ما بنعرف هالشيء يعني متابعه الاحداث بتقول لك هذا هذا بده يحدث النهار ايمتى نحن مش عارفين كنا عم نريد يكون ياخذ نت في بعض اكثر تيكون عندنا استعداد اقوى م. لانه ما عنا استعداد هاي هاي كل القصه لكن احنا ناطرين النهار مش عارفين ايمتى مش هيك انا كتبت وقلت وقلت من مده هيك عم فكر فيها الدق الخطر على الباب كنا حاضرين كتار يا مقلال قد ما كنا وممنوع قطع خط من عنا وفجر يا صخر غلال موج رجال مثل القدر وبيكتروا عند الخطر الغار بصمة دعستن التاريخ بيعرف قصتن كل شبر بقبر والسيف انسحب اهلي رفاقي بيكتبوا اللي ما انكتب وعجبة التاريخ اسمه حفرين الله يطول بعمرك هيدا هيدا اللي بيقولوا ب بي 13 تشرين وعندنا 13 تشرين ما رأيت وفي 13 وفي ت... 13 جاي 13 نيسان 13 نيسان ما لا مشكلتنا 13 كله ب 13 13 نيسان 13 <تصفيق> <نسان>. <تصفيق> 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 حزيران صحيح اهدين اهدين و13 تشرين ونحن التنظيم بهديك الحرب كنا قاعدين بالطابق 13 كمان؟ <applause> ايه ما كنا نسال انه بنقعد بالطابق 13 ما عندنا يعني عقدت هاي الارقام بس مرات بتقول هالارقام ليش عم تركب مع بعضها مثلا يعني عن جد هاي سايقته لا ما كنا عارفين انه مثلا فخر الدين قتل ب 13 نيسان شو جابها؟ يعني في اشياء ما مش انه دائما فيك تقول انه هودي لا ما بلعب ورق مرات مش تفتح الورق معي تسلق تلهي مخي عن عن غير شغله مش لانه تنبسط كل هودي يبعث الله ما حدا بيعرف الاشياء الا الا مجد اسمه نحن اكيد نحن مجرد ادوات فيها اكيد لكن بدي اقول شغله في نحن اليوم يا ما احنا 13 شهرين 13 نيسان و13 شهرين يا ما احنا 13 شهرين اليوم مش 13 نيسان لانه الاستعاء كبير كل الحرب اللي فجرت من, من 13 نيسان لليوم استعاقاتها هلا صفقه القرن مزبوط ولا لا؟ صح مضي تيمشي الحال مع ما بيمضي قطعني اذا فيك هددوا بتهدد ما بيخاف هددوا قد ما فيك بعدين مره عم بقول عن معركه صارت شو نزلك انت والقصف مثل الشتي قال لي انا شو شغلتي؟ قلت له انت ضابط قال لي انا جندي شغلتي العب مع الموت قلت له ايه بس كنت بتقتل انت قائد جيش قال لي يتسجل بالتاريخ انه قائد الجيش اللبناني بيموت بقلب المعركه ما بيموت بكريزه بالبنكر آه بدي اخر شيء انهي بدي توجه رساله لهالشباب اللي كل ما دق الكوز بالجره بقول لك نحن قد الحرب كل ما واحد طلع بصحبته بقول لك نحن بنلبس الزيتي وبننزل ونحن بنعمل حرب ونحن هيدا آه اه انت عميد المقاومين بلبنان وجهن رساله هيك بس غير معروف اول شيء بدي اطلب منهم اول شغله هني بدهم ينزلوا باي صفه بصفتهم شو حزبيه دينيه وطنيه بحزب اي صفه اول شغله بدي اطلب منهم يرجعوا مؤمنين بالله بأ يبطلوا وثنيين بيعبدوا الزعيم ماشيين ورا هودي مفتكرين هذا الله تجسد بالانسان اللي قدامه وشو ما بخبرون بيصدقوا ما عندهم روح نقد يقول هالخبريه بتنقبل او ما بتنقبل شو الحرب بدلب لبس زيتي زي اذا ما لبس زيتي ما بيعرف يحارب الواحد نحن المؤمنين بس نلبس زيتي نلبس كرافات ومن بالكرافات ما أنا مشكله مش 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 البدل اللي لابينو في وان مش البدل اللي بتعمل مقاتل هو عم نبش عم قاتل انا عم بحكي عن مقاوم فرق كبير بيني وبينه حاطين له بتنزل بتقوص تقدر كانه غيره يعني بس ينزل يقوص غيره بزقف له بيقول له ايه انا بامرك هذا التاني شو مش حامل باروده؟ ان هو بده يقوس عمين بده يقوس على حدا ولا حدا حامل سلاح؟ هذا الحمل حامل ما بيقوس مثله ما بيقدر كمان يصيبه ويقتله هو شي مره حمل ش... في جريح على كتفه تشوف ش... شو شو معناتها شاف شي مره رفيق من رفقاته فجرته قبل صار شقف ما عاد مبين هيك الحرب بس نحكي الحرب مش فيلم على التلفزيون بتفرجوا عليها حرب حياه بده يعيش تمرمس بالقهر بالوحل بالجي بالغبره بالثلج بكل الشروط الغير طبيعيه عند الانسان بيتحملها يتحملها بده يكون عنده هدف بده يحققه اذا الحرب للحرب صار معناتها ميرسونير مرتزقه يروح يروح يقتل وين في حروب اليوم؟ يقتل بالصومال علي. بالصومال بالصومال خرجوا الصومال خرجوا <applause> هالاشياء هيدي هيدي عيب ينحكى فيها الحرب اذا منا عمل في قائد روماني بيقول الحرب اذا ما كانت دفاعيه بتكون اجراميه. ما فيك تفتخر بحرب انه هيدا مش حرب هيدا تفكير عصابات انه نحن بالقوه بنعمل مش تفكير حرب. بتحدى شوف لي حدا محارب بالعالم من اي جيش شي نهار بيقول لك انا بروح بحارب ما بيحكي. لأن الشغلة إلى قدسيتها عنده مش هيك رخص بيحمل بدلة بيلبس بدلة بيحمل بارودة هودي ما بيعملوا هودي بيعملوا أزعر بيعملوا عصابة ما بيعملوا مق... جيش ومقاتل وهو خصهم بالقصة شو بيعرفوا هودي شي مرة وزت خرطوشة حد دينتون وز شي انفجار قريب ليون شافوا إنه عم بيقتلوا شحاية هبط قبل ما يشوفوا حدا قتل عم بين حكي وخبريات ايه كانه اللي بوجهه مش موجودين هن رح ينزلوا يقوصوا على الجيش وعلى الصيصان مش هيك؟ لا للاسف يوعوا ما هو ما هو حرام مغرورين مضروبين ومعطلين الفكره عندهم ما, ما بيشتغل ما بنربح الحرب اذا ما عندنا ناس بتفكر استاذ عباد ما بينشبع الله يخليكم بدي اتشكرك شو بتشكركم وبعرف لك. في كثير اخبار ان شاء الله نقدر نعمل حلقه تانية بكون في اخبار لا خلينا سكرنا لا بعد بس خليني انهي بدك تقول شيء قبل؟ لا لا آه بتشكركم مثل العاده بنلتقي آه نلتقي جمعه الجاي بحلقه جديده مع ضيف جديد باي